نكمل مع بعض باشمهندسين المشروع بتاعنا. مين يفكرنا كده كنا وصلنا فين المرحلة اللي فاتت؟ واخر حاجة كانت المقايسة بالظبط، ومن المقايسة دي وصلنا لإيه؟ تكلفة الطريق. كنا ليه بنعمل المقايسة دي؟ عشان نختار الأوبتيمال. بالظبط كده. احنا دلوقتي لو جينا نبص كده على المشروع بتاعنا باشمهندسين هنلاقيه بيتكون من جزئين متكاملين. البروجكت بتاعنا هيتكون منين؟ من جزئين. الجزء الاولاني هو البيست روت سيلكشن. ايه البيست روت سيلكشن؟ اختيار افضل مسار. ايه وصلنا فين في المرحله دي؟ الحمد لله خلصنا. طرحنا ثلاث بدائل مختلفه صح؟ عملنا التصميم المبدئي ليهم اللي هو عملنا البلان وعملنا البروفايل بتاعهم، عملنا الاسمبل اللي هو الكروس سيكشن، بعدها طلعنا مين؟ قيمات الحفر والردم، ودخلنا في المقايسات، والمقايسه هي اللي قالت لنا فين؟ فين المسار اللي هو اقل تكلفه؟ فانا دلوقتي اصبحت ايدي او عيني بنصب مين؟ افضل مسار، اصبح معروف ومعرف عندي تماما واقدر اشتغل عليه. الجزء الثاني اللي احنا هنبدا فيه النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها الكومبليت ديزاين لمين؟ للديسترو. خلي بالك في المرحله اللي فاتت اللي هو الجزء الاولاني كان اي مرحله او اي شغل بنعمله كنا بنعمله على مين؟ على ثلاث مسارات. بدايه من النهارده اي حاجه تعملها تعملها على مين فقط؟ اللي هو افضل مسار. او طب ايه بقى المقصود بالكومبليت ديزاين ده يا باشمهندس؟ الكومبليت ديزاين بتاعك يا باشمهندس بيشتمل على جزئين. ايه هما؟ اول حاجه هترجع تاني تبص على الالاينمنت، ثم هترجع تبص على مين؟ طب ما انا عامل الالاينمنت وعامل بروفايل، مش انا عملتهم للبيست روت ده؟ لازم يا باشمهندس هعمل لهم ديفيكيشن، هعدلهم شويه، هعمل لهم كومبليت. طب ايه اللي هيزيد عليهم يعني؟ البلان اللي عند سيادتك يا باشمهندس لازم تاخد بعين الاعتبار حاجه اسمها الانترسكشن. انت عندك البلان صح؟ بس في البلان اللي انت كنت مقترحه كان الطريق بتاعك بيتقاطع مع طرق قائمه، صح الكلام ده ولا لا؟ يعني الطريق بتاعي يا باشمهندس اهو كان جاي المسار الاوبتيمم اللي انا شغال عليه ده كان جاي وبيتقاطع مع طريق اهو صح؟ هل احنا بصينا على الانترسكشن ده شكله ايه وعامل ازاي والحركه بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ اطلاقا مش كده؟ ونفس الكلام هل احنا بصينا على الانترسكشن ده؟ هل بصينا على الانترسكشن ده ولا ما الكلام ده ما كانش يعنينا في شيء؟ ليه يا باشمهندس؟ لان احنا اتفقنا في التصميم المبدئي انا كان يهمني الكوست التكلفه. طب والانترسكشن ده مش مكلف؟ مكلف، بس هيبقى في البديل ده زيه ده زي ده زيه زي ده. فكان بالنسبه للاعمال الصناعيه او الانترسكشن مش ايه؟ مش معبره في مرحله اختيار المسار، لكن كتصميم نهائي لازم ابص عليه ولا لا؟ فهنيجي نبص نلاقي الالاينمنت بتاع الطريق زي ما هو، يعني انا هطلع واخد كيرف وكيرف وما عنديش مشكله يا باشمهندس، بس لازم اضيف عليها مين؟ هذا الانترسكشن وهذا الانترسكشن. نفس الكلام فين؟ في البروفايل. سيادتك عملت بروفايل للبيست روت ده ولا لا؟ بس يا باشمهندس البروفايل اللي انت عملته لللينكس لازم ترجع تزود عليه المين يا شباب؟ البروفايل بتاع الانترسكشن. يعني ايه البروفايل بتاع الانترسكشن؟ يعني اكتر حته صريحه عندي هي المنطقه دي. مش انت كان عندك هنا سكه حديد؟ هو ينفع الطريق بتاعك يا باشمهندس يجي ويمر بمنسوب السكه الحديد ولا لازم هنعمل كوبري او نفق؟ وغالبا هنا هيبقى فيه ايه؟ نفق. ليه نفق؟ علشان في هنا سلوك كهرباء، وسلوك الكهرباء دي احنا مش عارفين ارتفاعها كام، فممكن لما اطلع بكوبري ايه اللي يحصل؟ ارشى يا باشمهندس سلوك الكهرباء ده فاحتاج ان انا ازود. لا فانا هنا هعمل ايه واريح دماغي؟ هعمل نفق يا باشمهندس عند المنطقه اللي عندي. جميل الكلام ده؟ فانا في المرحلتين اللي هو سواء في البلان او البروفايل محتاج ان انا ابص على مين يا رجالتنا؟ محتاج ان انا ابص على مين؟ على الانترسكشن. بالظبط بالظبط. يا مسهل الحاجه بقى. نبص على لو انا دلوقتي كل الزياده عندي الالاينمنت اللي موجود هيبقى زي ما هو، بس محتاج ان انا ابص على مين؟ الانترسكشن. والبروفايل برضو محتاج ان انا ابص على مين؟ على الانترسكشن. اذا كل موضوعنا في الكومبليت ديزاين هو مين يا جدعان؟ الانترسكشن صح؟ طب ايه هي انواع الانترسكشن؟ قال لك علشان تعمل ديزاين الانترسكشن للتقاطعات لازم في البدايه تعرف انواعها. احنا عايزين نعرف ايه هي انواع الانترسكشن. قال لك في عندنا نوعين ما لهمش تالت من الانترسكشن، حاجه اسمها الاد جريد انترسكشن صح؟ حاجه اسمها الايه؟ الات مور ذان وان ليفل انترسكشن. ايه الات جريد انترسكشن دي يا عم؟ قال لك تقاطعات في نفس المستوى. يعني ايه يا عم تقاطعات في نفس المستوى؟ قال لك يعني بص عندي كان في هنا كده طريق اهو صح؟ وفي طريق ثاني اهو، شايفينه ولا مش شايفينه؟ ايوه. الطريقين دول لما تلاقوا، هل تلاقوا في نفس المستوى عند نقطه التقاطع ولا في تلاقوا في مستويات مختلفه؟ في نفس المستوى، فده اللي احنا بنسميه ات جريد انترسكشن، اللي هي التقاطعات الايه؟ السطحيه. التقاطعات السطحيه دي في منها ثلاث انواع كما درست سابقا ايام الكليه. في منها حاجه اسمها بلين وفليرد وفول شانلايز. بلين اللي هو التقاطع البسيط زي التقاطع اللي قدامنا ده، فليرد بنيجي نوسع حاره في المداخل، فول شانلايز بنعمل ايه؟ قناه لكل حركه على التقاطع. طيب انا خلي بالك برضو ان التقاطع الاد جريد ده بيبقى فيه مشكله خطيره جدا، والمشكله دي بتؤدي الى تقليل السرعه عليه وتقليل مستوى الخدمه عليه. ايه هي؟ العربيه دي جايه داخله التقاطع يا جدعان صح؟
اول ما بتوصل التقاطع كده بسلامه الله بيبقى قدامها كام اوبشن للحركه؟ ثلاثه، يا اما يعدي في وشه على طول عشان يمشي في اتجاهه، يا اما يجي يعمل دوران لليمين عشان يجي يمشي مع الناس اللي ماشيه في اتجاهه، ده طريق ثاني اهو صح، يا اما يجي يعمل دوران للشمال عشان يجي فين، يجي هنا كده مع الناس اللي جايه هنا. لو الراجل ده ماشي في اتجاهه على طول والراجل ده جاي وراح ماشي في اتجاهه على طول، ايه اللي حصل لهم هنا يا جدعان؟ تصادم. فبيحصل عندك على التقاطع ده حاجه اسمها كونفليكت بوينتس، نقاط ايه؟ تصادم. النقاط دي ممكن يحصل عندها حوادث، علشان نقلل فرص الحوادث دي لازم بعمل كنترول على الحركه، لازم بقلل السرعه بتاعت العربيات، احط اشارات او احط علامات يا باشمهندس فقلل السرعه بتاعتي. اقلل السرعه معناه ان انا بقلل المستوى الخدمي، معناه ان انا بخلي الطريق بتاعي ده الليفل اوف سيرفيس بتاعه ايه؟ قليل جدا جدا جدا. علشان كده قال لك ايه؟ ما ينفعش في طريق حر انك تعمل تقاطعات سطحيه. لو انا بصمم طريق يا جدعان طريق فري غير مسموح عليه بالتقاطعات السطحيه، اشمعنى؟ لان الطريق الفري انا المفروض بثبت السرعه عليه، انا عايز العربيه من اول ما تطلع لحد ما تنزل تقدر تمشي بسرعه ايه؟ ثابته اللي هي السرعه التصميميه. هل لو انا عملت تقاطع سطحي، يعني لو انا هبتدي على المشروع بتاعي ده يا باشمهندس، قلت انا هعمل التقاطع ده يا عم ايه؟ بسم الله الله اكبر كده اعمله تقاطع سطحي. هل العربيه بتاعتي انت مصمم وليكن على 100 ولا كنا مصممين على كام المشروع ده؟ على 110 صح؟ هل لما اجي اصمم التقاطع ده تقاطع السطح بقى العربيه ينفع تمشي هنا ب 110؟ لا، فلازم تعمل دروب. عملت دروب معناه انت قللت مستوى الخدمه، اذا غير مسموح عليا يا باشمهندس. طب امال اعمل ايه بقى؟ قال لك لو سيادتك بتصمم طريق حر زي الطريق اللي احنا بنصممه ده، ما ينفعش خالص انك تشتغل على مين؟ على مين يا جدعان؟ على الاد جريد انترسكشن. وتخلي بالك اهم تعريف للطرق الحره هي عبارة عن طرق ذات سرعة عالية وعروض كبيرة ومقسمة في اتجاهين، ده كله كلام هري صح؟ لكن غير مسموح عليها بالتقاطعات السطحية. يعني لما اجي اقول لك في المناقشة يعني ايه طريق حر يا باشمهندس، هتقول لي ايه على طول؟ غير مسموح عليه بالتقاطعات السطحية. إذا الطرق بتاعتنا في المشروع ما ينفعش إن احنا نعملها تقاطعات ايه؟ سطحية. أمال هنعملها ايه يا عم؟ قال لك هتعملها اد مور ذان وان ليفل، اللي هي تقاطعات في أكثر من مين؟ مستوى. يعني ايه في اكثر من مستوى؟ يعني بص كده كان عندك ده طريق اهو صح؟ لما جيت اعمل الطريق الثاني رحت عامله في المستوى نفسه ولا رحت رافعه؟ رحت عامل مين؟ كوبري او انزله تحت واعمله ايه؟ نفق، فانا فصلت في المستوى. فاحنا بنسميها الاد مور ذان وان ليفل. التقاطعات دي نوع من اثنين، يا اما حاجه اسمها جريد سيبريشن يا اما حاجه اسمها انترتشينجز. ايه الجريد سيبريشن؟ المنظر اللي قدامك ده. ايه يا باشمهندس؟ مش ده كان طريق وده كده طريق صح؟ فصلت في المستويات ولا ما فصلتش؟ اصبح اسمه اد مور ذان وان ليفل. طب هل يا باشمهندس العربيه اللي طالعه فوق دي اللي هي فوق الكوبري دي من حقها تنزل وتستخدم الطريق ده ولا ملهاش علاقه خالص؟ بالمنظر اللي قدامي ده مش من حقها، هي خلاص يا باشمهندس انت فصلت في المستويات ومعاها العربيه اللي طلعت فوق مش من حقها تنزل تاني، فده بنسميه جريد سيبريشن. يبقى الجريد سيبريشن بقى هي طرق هتتقاطع في مستوى واحد ولا في اكثر من مستوى؟ بس انت فصلت في المستويات ومعاها فصلت في الحركه. يعني فصلت في الحركه يعني العربيات اللي على الطريق الاولاني مش من حقها تستخدم الطريق الثاني والعكس يا باشمهندس صح؟ قال لك ده النوع ده برده ما ينفعش ان انا استخدمه في المشروع. اشمعنى؟ لان انا مهمتي في المشروع ان انا عايز افصل في المستويات ماشي، لكن لازم اعمل اتصال فين؟ يعني الناس اللي هتستخدم الطريق اللي انا بصممه تروح للطريق الاكزيستنج والعكس، صح الكلام ده ولا لا؟ قال لك اللي هيحل لك المشكله دي نوع ثاني من التقاطعات يسمى مين يا جدعان؟ الانترتشينج. ايه الانترتشينج؟ التقاطع التبدلي. يعني ايه التبدلي يا عم؟ قال لك هو عباره عن تقاطع برضه في نفس المستوى لو في اكثر من مستوى. يعني هنعمل الكوبري ولا ما نعملوش؟ هنعمل الكوبري ومعاها هعمل اتصال في الحركه. يعني لما اقول لك عرف لي جريد سيبريشن هو عباره عن تقاطعات فيها فصل في المستويات وفصل في الحركه. الناس اللي ماشيه على الطريق الاولاني مش هينفع تستخدم التاني. طب مين الانترشينج؟ هي عباره عن تقاطعات فيها فصل في المستويات مع اتصال في مين يا جدعان؟ بس تخلي بالك اتصال الحركه اللي انت هتوصله في الانترشينج ده انت هتعمل ايه؟ قال لك ده الانترشينج بتاعه يا عم صح؟ ده طريق اهو يا جدعان وده طريق صح؟ ده كده اتجاه الناس اللي ماشيه في الاتجاه ده وده ناس ماشيه في الاتجاه العكس وده الناس اللي طالعه في الاتجاه ده والناس اللي جايه في الاتجاه ده صح؟ اول حاجه عمل كوبري ولا لا؟ عمل كوبري. خد الراجل ده طلعه فوق الناس اللي تحت دي، صح الكلام ده ولا لا؟ فاول حاجه خلاص عمل الجريد سيبريشن بتاعه. بس هل فصل في الحركه؟ قال لك لا. بص كده الراجل اللي كان جاي في الاتجاه ده يا باشمهندس مين شاطر يقول لي كان قدامه كام اتجاه للحركه؟ الراجل اللي كان جاي لي هنا ثلاثه، يا اما يمشي طوالي يا اما يعمل دوران لليمين عشان يجي لي هنا يا اما يعمل دوران للشمال عشان يروح هناك صح؟ الراجل قال لك انا هحل المشكله بتاعتي يا عم وهعمل اتصال الحركه. ازاي؟ بص الله يخليك كده وركز معايا. اولا الراجل جاي اللي جاي من هنا وماشي طوالي عنده مشكله هيعمل ايه؟ طلع الكوبري والتوكل على الله صح؟ باقي لك الراجل اللي جاي من هنا وعايز يعمل دوران لليمين عشان يجي لي على الشارع ده يا باشمهندس صح؟
مين شاطر يقول لي هيعمل ايه؟ الراجل قال لك بص انا مش هسيب التقاطع كده ساده، ده انا هعمل حته الطريق صغير كده بربع جنيه. شايف الطريق الصغير ده يا باشمهندس؟ مين شاطر يقول لي الطريق ده يعمل ايه؟ الراجل اللي جاي من هنا يدخل يمين يخش هنا، صح؟ اذا الطريق اللي قدامك ده حل مشكله الشمال ولا اليمين؟ اليمين. يبقى ده يا باشمهندس بنسميه رام. يبقى مين الرام؟ هو عباره عن طريق بيحل مشكله الدوران اليمين لليمين. وده طريق يا باشمهندس، هل هو ده طريق اساسي من الطرق بتاعتك ولا طريق اضافي؟ ده طريق اضافي انت ضيفته يا باشمهندس عشان تحل مشكله الدوران اليمين لليمين بتاعك يا باشمهندس. وتخلي بالك من حاجه مهمه، لما جينا نعمل الرام ده عملناه قبل التقاطع ولا بعد التقاطع؟ قبل التقاطع. يبقى عايزك كده الله يخليك تخلي بالك، انا عندي كام نوع من الحركه على التقاطع؟ ثلاثه، سترو ورايت وليفت، صح؟ السترو ما عنديش فيها مشكله، هيطلع الكوبري ويتوكل على الله. طب والرايت؟ هنحلها بايه؟ ار ار رايت يبقى رام. وبنعملها قبل ولا بعد؟ قبل التقاطع يا باشمهندس. طب جميل جدا، باقي لي مين؟ الليفت. مين يقول لي الليفت ده هيعمل ايه؟ مش الليفت ده، بص بص بص، الاول كان جاي من هنا، كان جاي من هنا وعايز يعمل شمال عشان يروح لهنا، صح الكلام ده ولا لا؟ طب هتحقق له ازاي يا عمي؟ قال لك هات للراجل ده طلعه يا باشمهندس الكوبري، هل ينفع انزله في الاتجاه ده عشان يروح هنا؟ لا، امال اعمل ايه؟ بص بص بص، راح جايبه وراح فاتح له حته اللوبه اللي شاف حته الدايره دي هندسه، ينزل الدايره دي لا نفسه راح في الاتجاه اللي هو عايزه ولا لا؟ حته الدايره الصغيره اللي انت عملتها دي يا باشمهندس بنسميها ايه؟ لوب. يبقى مين حل مشكله الدوران للشمال؟ خلي بالك الشمال يعني ليفت ولوب، يبقى ايه اللي ال؟ يبقى ليفت مع مين؟ يبقى ايه لازمه اللوبه هندسه؟ هتحل لي مشكله الدوران للشمال على التقاطع. بس خلي بالك من حاجه مهمه، ايه؟ الراجل ده لما جه يتحرك على اللوبه دخل على ايده اليمين، اتحرك على ايده اليمين ولا الشمال؟ اليمين. علشان كده لما بنيجي نعرف اللوبه دي بنقول لك هي عباره عن طريق بيحل مشكله الدوران للشمال بس من خلال الدوران اليمين. الراجل لما دور دار يمين بس حل مشكله ايه؟ الشمال. حل مشكله الشمال بتاعته يا باشمهندس. في مشاكل يا جماعه في الكلام ده ولا الموضوع بسيط؟ الموضوع بسيط جدا جدا جدا. طيب مين شاطر يقول لي بقى كده، الناس اللي فهمت، يقول لي الراجل اللي جاي من هنا وعايزين نحل مشكلته هيعمل ايه؟ الطوالي هيمشي على طول، صح؟ طب عايز يعمل دوران لليمين عشان يجي لهنا هيخش فين؟ الرام. طب عايز يعمل دوران للشمال عشان يروح فين يا جدعان؟ عشان يروح هنا، صح؟ من يقول لي هيخش فين؟ هيجي هنا ونفتح له اللوبه الجميله اللي عندي دي، يبدا ينزل ويروح من تحت يا باشمهندس. ايه؟ ما اتنين دول ايه فايدتهم؟ ما احنا هنعرف اهو. طب الراجل اللي جاي من هنا يا باشمهندس ايه لازمته في الحياه؟ عايز يعمل دوران لليمين اهو، طوالي اهو، عايز يعمل دوران للشمال عشان يطلع الكوبري، صح؟ يعمل ايه؟ يجي ويلف ويطلع الكوبري. يطلع الكوبري بتاعه، يخش اللوبه، دخل يمين طلع الكوبري بتاعه. طب الراجل اللي جاي لي من هنا يا عمي؟ ادي اليمين ويخش يطلع الكوبري بتاعك من هنا يا باشمهندس. في مشكله في الكلام ده؟ ظهر معايا تقاطع بالشكل ده دايما بعد التقاطع، دايما الشمال بعد التقاطع، بعد التقاطع واخد الايه؟ اللوبه المباشره. الشكل اللي قدامك ده يا باشمهندس مين شاطر يقول لي ده جريس سيبريشن ولا انترشينج؟ انترشينج. بس الانترشينج ده واخد شكل ورقه البرسيم، فبنسميه حاجه اسمها كلافر ليف. ايه كلافر ليف ده يا باشمهندس؟ تقاطع ورقه البرسيم، اللي هو تقاطع رباعي بالمنظر اللي عندك ده. مين جدع بقى يقول لي لما اجي اصمم في المشروع بتاعي هل اصمم ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ ده يا باشمهندس اللي هو التقاطع ده. وتخلي بالك يبقى في عندك نوعين من التقاطعات، التقاطع الكلافر ليف اللي قدامي ده كده بالظبط مع تعديلات بسيطه جدا هو ده اللي هيشتغل معايا في التقاطع الرباعي ده، مش ده تقاطع رباعي؟ اه يا باشمهندس. فلازم هعمل هنا ايه بقى؟ لوبات ورمبات عشان نحل المشكله بتاعتنا زي ما هنبدا النهارده ونبداها مع بعض ونشتغلها مع بعض باذن الله. بعدها يبقى في عندك برده هنا تقاطع، صح؟ بس هل ده تقاطع رباعي؟ لا، ده ثلاثي، صح؟ الثلاثي ده برده هل هينفع كلافر ليف؟ لا، في تعديله بسيطه هنقفها مع بعض يا باشمهندس. هذا بقى سؤال واحد بس، هي التقاطعات ده عندنا هل دي موجوده عندنا في مصر ولا احنا بنخترعها؟ يا لهوي ده موجوده كتير قوي، صح؟ كل الطرق الحره عندنا في مصر كلها كباني من دي. الطرق الحره عندنا في مصر هي مين؟ شبكه الطرق القوميه الجديده كلها، اي طريق قومي جديد كله حر. هتلاقي يا باشمهندس اللي هو الطرق الاقليمي، الدائري الاوسطي، الدائري بتاع الدائري اللي هو القاهره الكبرى، عندك الاسيوط الغربي، اسيوط كل شبكه الطرق القوميه عباره عن ايه؟ بالاضافه لطريق السويس وطريق اسماعيليه وطريق اسكندريه الصحراوي وطريق برده الزراعي، يعني في بعض المناطق. فاحنا في عندنا طرق كثيره جدا، فانت ممكن ايه لما تروح كده على النت تجيب مثلا الطريق الدائري الاقليمي وتبدا تبص، صح؟ على الرغم ان انا جبت لك بعض الصور كده ممكن نبص عليها سريعا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. مين شاطر يقول لي ده مين يا جدعان؟ ده مين؟ ده الصحراوي. اه هو فعلا ده عباره عن تقاطع بتاع الطريق الصحراوي بتاعنا وهيجي معانا دلوقتي بالاسم، بس عباره عن انترشينج صريح، صح الكلام ده ولا لا؟ ونوعه ايه؟ كلافر ليف صريح، صح؟
مين شاطر يقول للراجل عمل كان عندك طريقه اهو هندسه صح ماشي. وده طريقه هندسه ايه اللي حصل راح رافع الطريق ده فوق وخلى ده تحت وعمل الكوب يبقى فصل في المستويات ده اول حاجه بعدها مين شاطر يقول لي ايه لازمه الرامب اللي عندي هنا ده الراجل اللي جاي من هنا كده وعايز ياخد دوران يمين عشان يروح لخالته اللي ساكنه هنا يعمل ايه يجي باشمهندس ياخد اللوبه ده الرامب ده سوري طلع فيه اللي طب شاطر مين شاطر يقول للراجل اللي جاي من هنا وعايز يروح لخاله اللي ساكن هنا هيجي هنا باشمهندس يطلع الكوبري وبعد ما ينزل يلف ينزل النازله دي نازله ايه اللي حصل خد اللي جاي من هنا صح الكلام ده لا طب مين شاطر يقول للراجل اللي جاي من هنا وعايز يروح هنا يعمل ايه الراجل جاي من هنا جاي من هنا جاي من اللوكيشن ده وعايز يروح هنا يا باشمهندس بص كده هيعدي الله ينور عليك اهو هيعدي منين من تحت الكوبري وبعد ما يعدي يخش اللوب طلع في الاتجاه ده ولا لا فاللوبه بتاعتي اما بتبدا من فوق لتحت او من تحت لايه لفوق في الاخر هي بتعمل اتصال في المستوى في مشكله في الكلام ده لما نوصل كده كده اللوب ده دوران هضطر اعلي على السرعه بس فعلا يا باشمهندس على فكره ده ملحوظه جميله ايه هي قال لي باشمهندس انت بتعمل ده كله ليه قلت له عشان نعلي السرعه صح طريق سرعته كام 120 110 انت عايز تعلى بالسرعه بكام انا مش هقدر اوصل للسرعه ب 110 او 120 ليه لان انت لو هتعملها 120 ممكن بس هتحتاج ريدوس كبيره قوي هتحتاج نزع ملكات كبيره قوي طب ما انت هتعمل ريدكشن للسرعه ايه لازمته بقى التقاطع ده في فرق يا باشمهندس انك بتقول للناس ان انا هعمل لك ريدكشن للسرعه من 120 هوصلك مثلا ل 50 او 60% منها فمشيت بسرعه 50 60 غير ما تقول له ايه اقف غير ما تقول له ستوب غير ما تقول له ايه اقف دقيقه فموضوع مختلف ففعلا هنا بنعمل ريدكشن للسرعه بس ريدكشن مدروس فالسرعه بتاعتي بتبقى ايه بتبقى 50% في مفهوم من التقاطع بس ملحوظه جدا ايه السرو كمان مفتوح وكمان انا بحميها بص كده كمان يا باشمهندس عندك ايه ده طبعا تقاطع ملوش علاقه بيه ده برضه تقاطع يعتبر جريد سيبريشن ده يعتبر ايه يعني بص كده ده طريق طالع على العيله اهو وده طريق تحت مع مين يعتبر جريد سيبريشن وان كان في ايوه بالظبط هو فيها الرمل بس تقريبا بص كده ده مين بقى ده برضو تقاطع مين كلافر ليف تخلي بالك بس اشكال الرمبات دي بتتغير ولا لا على حسب الديزاين يعني احنا في عندنا اشكال مختلفه من الرمبات هنشتغل عليها هنبص عليها دلوقتي كده مع بعض بس اللي يهمني دلوقتي يا باشمهندس ده تقاطع مين بص كده ده عباره عن مين الدايره مش عارف انت شايف ولا لا وده عباره عن مين طريق العين الصفر ربنا يكرمكم كده ان شاء الله الصيف الجاي هروح ان شاء الله تيجي تبص على شمس لا يلا الراجل عامل ايه عامل الرباط بتاعته والرباط بتاعته على كامل الرباط ما عنديش فيها مشكله ده عباره عن مين برده طريق الاقليم الدائري وده عباره عن محاور زايد الجديده بتاعه العاصمه الاداريه الجديده برده عباره عن ايه كلها كلافر ليف زايد بشكل غريب عجيب ده عباره عن طريق السويس مع طريق الاقليم الدائري فبرده الراجل عامل ايه كلافر خلي بالك اللوبه شكلها اتغير شويه صح والرمل اشمعنى يعني هي في الاخر هي عباره عن دايره وبتحقق الاتجاه بس شكلها اتغير هتلاقي فين عوائق في عائق هنا يا باشمهندس العائق ده ما افرض عليه انه ما يبداش من قريب فاضطر انه يبدا من بعيد ويبدا ايه يمشي بالمنظر الجميل اللي عنده ومع ذلك يا باشمهندس هتلاقي عندك تقاطعات كتير من الاقليم الدايري مع طريق اسماعيليه الصحراوي اهو يا باشمهندس عندك الايه التقاطع بتاعه ده تقاطع العاشر برضه ده شكل التقاطع اللي عندنا ده شكل موضح اكتر لمين للوبات والرمبات ده عندك ادي الطريق اللي على العالي وده الطريق الايه اللي تحت وده بص كده الناس اللي جايه من هنا عايزه تطلع الكوبري في مصر هو تخيلي لا هو ده تخيلي مش موجود في مصر لا موجود في مصر ضيع الخضره عدى عليها على يعني هي مصلنا بس شوط الخضره ده يا عم صل على النبي تيجي يا باشمهندس احنا مش بتوع التفاهات دي تيجي تبص تلاقي العربيه بص طلع اهي بص كده العربيه جايه من هنا اهي صح تبدا تطلع الكوبري تطلع تلاقي اللوبه دي اللي بيحصل لها بتبدا من السوق قليل وبتعلى بتعلى 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 لحد ما تربطك فين فوق تطلعك الطريق بص كده الرمب بتاعك جاي من الطريق ده ويبدا ينزلك فين باشمهندس على الطريق اللي عندك ده فده بيوضح لك اكتر الايه ده شكله اللي هو شكل الدايركشنز بتاعته ده الصوره اللي كانت معانا ده برده شكله يوضح مين فاحنا في عندنا الاشكال ده على فكره تقاطعات النيل الجديده اللي هي محاور النيل الجديده دي تقاطعات موجوده بقى ايه لايف يعني بصوره لايف عندنا هنا عن خضره شايف البرسيم شايف البرسيم اللي شايفه دكتور الدائري بيبقى في اللوب كذا لوب بس ليه؟ والدائري يعني في نزلات من اللوب بتبقى كذا لوب اكنك بتاخد دايره كامله لو فرق المنسوب كبير فرق المنسوب لازم تتعلق ايوه بالظبط كده بص كده ده عباره عن شبه لوبه برده بس ده التقاطعات بتاعت اللي هي عارفين انتوا الدورانات وانت على طريق مصر اسماعيليه في اتجاه او السويس عايز الاتجاه تروح الاتجاه الثاني هو ده الكوبري اللي هو ايه بياخد نفس الكلام ده لوبات بس على النيل ده شكل التقاطع الثلاثي اكلمك عنه بعد ده ايه يا باشمهندس
ايه راي سيادتك يا باشمهندس؟ ده برضه تقاطع ايه كلافر ليف صريحه، والناس اللي جايه من هنا تاخد الرمل بتاعك يطلع في الاتجاه ده، يا اما باشمهندس عايز يروح في الاتجاه ده وكده يطلع الكوبري ويبدا ينزل في الاتجاه ده. تمام، في مشكله في هذا الكلام؟ طب جميل جدا. طب بالنسبه للتقاطع الثلاثي بقى، ايه التقاطع الثلاثي ده يا عم؟ مش انا يا رجال عندي في المشروع بتاعي برضه تقاطع ثلاثي، اللي هو التقاطع ده من شاطر يقول التقاطع الثلاثي اللي اتجاهات الحركه عليه هل زي الرباعي ولا مختلفه شويه؟ مختلفه. لا مختلفه شويه. ازاي يا عم؟ طب ازاي يا عم؟ اه قال لك بص يا عم انت عندك اهو، بص الراجل اللي جاي من هنا قدامه خيارين بس، قدامه خيارين، يا اما ايه يمين او شمال، يا اما يجي ويتحرك يمين، يا اما يجي ويتحرك فين؟ شمال. في الشمال، صح الكلام ده؟ لا لا، هيجي عايز يروح يمين عشان يجي مع الناس اللي هنا، يا اما شمال عشان يجي مع الناس اللي هنا يا باشمهندس، صح؟ طب الراجل اللي جاي من هنا يا اما طوال يا جدعان، يا اما فين؟ يا اما يمين، يا اما يمين عشان يجي لي هنا. طب الراجل اللي جاي لي من هنا يا رجاله، ها يا اما طوالي يا اما شمال. يبقى اتجاهات الحركه بتاعتي اختلفت شويه، صح؟ طب هنصممه ازاي ده يا عم؟ قال لك والله انت ممكن تمشي بنفس الكونسبت بتاع مين؟ كلافر ليف. مين شاطر يقول لي الراجل اللي كان جاي من هنا طوالي؟ اول احنا هنعمل كوبري ولا لا؟ نعمل كوبري، فناخد الطريق ده اللي هو المقطوع ده هنعديه على العالي، نعديه بكوبري اليمة الثانيه ونبدا نحقق الاتجاهات بتاعتنا. مين شاطر يقول لي الراجل اللي جاي من هنا طوالي، هل هيبقى عنده مشكله لا عادي من تحت؟ طب الراجل اللي جاي من هنا عايز يعمل دوران لل يمين يبقى راجل. الله ينور عليك، سمع رايت رام وقبل ولا بعد؟ فمعنى انا هعمل حته رام صغير هنا كده، الموضوع ده هيوضح برضه، هيبقى فيه صور هنا كده توضح لنا بدل ما احنا بنتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انسى بقى، من ساعه ما اتجوز والبلد باظت. بص كده معايا يا باشمهندسين، ده هو تقاطع ثلاثي، صح؟ بص الراجل عمل ايه؟ اتفقنا الراجل اللي جاي من هنا قدامه كام اتجاه للحركه؟ النين، اللي هما مين؟ يا اما يمين يا اما شمال، والراجل اللي جاي من هنا يا اما طوالي يا اما شمال، والراجل اللي جاي من هنا يا اما طوالي يا اما يمين، صح كده؟ تعالى ناخدها اتجاه اتجاه. اول حاجه هنعمل كوبري ولا لا؟ اه، خدنا الطريق المقطوع ده ورحنا معديينه من فوق بكوبري، طب الحمد لله يا عم. بعدها الراجل اللي جاي من هنا، مين شاطر يقول لي قدامه كام اتجاه للحركه يا عم حاتم؟ يا اما طوالي، هل هيعدي من تحت؟ شكرا، صح؟ يا اما دوران لل يمين، فعملنا مين؟ الرامب الجميل عنده، الحمد لله حلينا مشكله الراجل اللي جاي لي من هنا ولا لا؟ طب باقي لي الراجل اللي جاي لي من هنا، خلينا اهو مفيش مشكله. مش هتقول لي الراجل ده قدام كام اتجاه للحركه؟ مين؟ يا اما طوالي وهيعدي برضه بتحت الكوبري، يا اما لا جاي من هنا عايز يجي شمال هنا، فشمال شمال يبقى بعد ولا بعد؟ بعد. بص كده هتعمل ايه؟ هتجيب الراجل ده تخليه يعدي التقاطع وتيجي فاتح له مين؟ لوبة اي مين، بس انت بتحقق الشمال، حركه الشمال. اه دخل يمين طلع يا باشمهندس ليه راح على نفس الشمال ولا لا؟ طب بيقول لك الراجل الغلبان والفقير الى الله ده مين يقول لي كام اتجاه؟ اثنين، يا اما يمين يا اما عايز يعمل شمال عشان يجي لهنا، صح؟ آه. مين يقول لي يمين يعمل ايه؟ جه يا باشمهندس وراح واخد الرمب بتاعه قبل التقاطع. طب شمال اطلع الكوبري بعدها انزل طلع الرمب بتاعه شويه. الشكل اللي قدامك ده شكل ايه؟ التقاطع الثلاثي، وده يعتبر نص كلافر ليف نص كلافر، صح؟ بس الشكل ده مش مفضل عندنا يا جدع. ايه ده؟ ولا ليه يا عم؟ اه ده حلو قوي جميل، بس بص انت عندك واخد لوبه واحده اليمادي ولوبه اليمادي، صح؟ معناه انك خدت مساحه شغلت مساحه اليمادي وشغلت مساحه اليمادي. هل ينفع تاخد اللوبتين دول في اتجاه واحد يمين بس او شمال بس بحيث انك توفر مساحه شويه؟ قال لك ايوه. ايوه ليه؟ من شاطر يقول لي اللوبه دي كان ايه لازمتها في الحياه؟ تلف. ايوه تلف مع مين؟ جايب الراجل اللي طالع هنا والباشمهندس هتلففه تجيبه في الاتجاه ده، صح؟ قال لك طب ما بص انا ممكن اخد الراجل ده كده اهو، بص 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 واجيبه والففه كده 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 واجمجه هنا، مش برضه حققت له الاتجاه بتاعه؟ وساعتها اللوبتين هيبقوا في اتجاه واحد ولا في اتجاهين مختلفين؟ ويبقى انت وفرت مساحه ولا لا؟ فعلشان كده ممكن ندلع الراجل ده في التقاطع الثلاثي ونسميه، ونسميه مين؟ ها؟ مين يقول لنا؟ مين يقول لنا؟ ونسميه ده حاجه اسمها ايه؟ ترامب. ترامب، شايف اسمه هندسة عندك؟ ترامب، ده التقاطع الثلاثي. بص كان المفروض الراجل اللي جاي من هنا يا اما يمين يخش اللوبه الرامب ده، يا اما شمال نيجي نفتح له ايه اللوبه بتاعتي بالمنظر ده، صح؟ الراجل راح مريح، راح قال لك ده هاته ودخله باشمهندس في الاتجاه الثاني فيطلع بالمنظر الجميل اللي عندك. اصبح ده شكل التقاطع الايه؟ الثلاثي، بنسميها يا شباب ترامب. ترامب ده اللي هو ايه؟ ترمبته الزمار اللي احنا بنزمر فيها اللي عندنا. اذا احنا هيبقى في عندنا في المشروع كام تقاطع؟ اثنين. تقاطع رباعي هنصممه على انه
كلافر ليف تقاطع ورد المرسيدس وتقاطع ثلاثي هنصممه على انه على انه ترامبت مش خالص. الترامبت ليه؟ علشان اخد اللوبات بتاعه في اتجاه واحد ووفر ايه؟ ووفر مساحه. في مشاكس في هذا الكلام. اذا التقاطعات بتاعتك باشمهندس اللي انت هتصممها هي عباره عن تقاطعات زي ما اتفقنا انترتشينج يا اما كلافر ليف يا اما ايه ترامب. طب انا عايز اصمم الانترتشينج ده يا عم اصممه ازاي؟ قال لك ده سهل خالص سهل بسيط. قال لك عشان سيادتك تصمم الانترتشينج هتمر فيها باشمهندس بثلاث مراحل. ايه اول حاجه عشان تصمم بقى الانترتشينج بتاعك وده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي حالا. اول حاجه يا باشمهندس انا عايز الرود ايجز. الرود ايجز دي اول حاجه انا عايز الحواف بتاعه الطرق. الحواف بتاعه الطرق دي عايز حواف الاسفلت يا باشمهندس بتاعه الطرق المتقطعه. انت مش عندك دلوقتي هيبقى في طرق متقطعه سواء متقطعه رباعيه او ثلاثيه. عايزك تخفي لي الدنيا كلها تسيب لي بس مين الحواف بتاعه الرصف بتاعه الطرق اللي هي نهايه الحراره بتاعه مين بتاعه الطرق يا باشمهندس شمال وايه شمال وين. طيب بعدها هبدا ابص على البريدج هبدا اصمم الكوبري. الكوبري بتاعك يا باشمهندس هتبص على البلان بتاعه هتصممه في البلان هيبقى شكله عامل ازاي وتصمم مين البروفايل بتاعته الطالعه والناس اللي هم الى ذلك صح. بعدها يا باشمهندس هتصمم مين اللوبس ديزاين هتصمم اللوبات. بعدها هتصمم مين الرامبات. وفي اي حاجه من الثلاثه هتبص على البلان وتبص على مين على البروفايل. انا النهارده هريح دماغي هعمل ايه؟ هبدا بالبلان بتاع البريدج وهبدا بالبلان بتاع اللوبه وهبدا بالبلان بتاع مين الرامب. ونخلي البروفايلات بتاعتنا فين للمره الجايه يا باشمهندس. في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا مبدئيا بس الاول كوبري بيختلف عن النفق تصميم كده كده مفيش اي مشكله. بس بدل ما احنا بنلاقي نفسنا بناخد ميل وبنطلع لفوق فوق الطريق ده بناخد ميل ايه احنا نصمم الاثنين على فكره انا فاهم كوبري فعندنا ايه. طيب اول حاجه يا باشمهندس عشان نصمم محتاجين مين الرود ايجز للطرق المتقاطعه. انا عايز يا باشمهندس اجيب الحواف بتاعه الاسفلت للطرق المتقاطعه فهعمل ايه؟ قال لك روح بقى يا عم لوحه الاوتوكاد بتاعتك. نقول يا رب هادي كده ونبدا. هروح كده يا باشمهندس لوحه الاوتوكاد بتاعتي. طيب ومنه خلي بالك انت كنت وصلت للوحه بتاعه الكوريدور صح؟ لوحه الكوريدور دي انا مش عايز انا عايز اللوحه اللي احنا سيفناها قبل الكوريدور. مش احنا لما خلصنا البروفايلات وفنشناها عملنا سيفنج وسيبنا اللوحه دي فانا يهمني بس اللوحه اللي عليها البلان وعليها الايه البروفايل. ما يهمنيش اللوحه اللي عليها الكوريدور يعني المشروع اللي عليه الكوريدور ده ما يهمنيش دلوقتي. ولو ما عندكش غيره عادي ممكن نشتغل عليه عادي يعني تمام عشان الناس ما تزمزقش. يعني في ايه ابص كده يا باشمهندس كان عندي اللوحه اللي عليها ايه اللي عليها الكوريدور صح. انا ما يهمنيش الكوريدور انا هرجع للتسييفه اللي قبل مين الكوريدور اللي هو المشروع اللي انا كنت مسيفه مين ومين يا جدعان كنت مسيفه انا بالبلان بتاعه اهو صح البلان الخط العادي والبروفايل بتاع الطريق بتاعي اللي هو البروفايل الجميل اللي عندي صح. وهبدا يا باشمهندس قائمه فايل يبقى ده الملف اللي هبدا منه قائمه فايل اقول له سيف از على باشمهندس هسميها ولكن كام 04 بس عشان انا كان عندي ايه 3 فاقول له 04. ومن اللوحه دي هبدا يا باشمهندس الشغل بتاعي. عايزك كده على الهادي المرحله دي من اهم المراحل في المشروع فعلى هادي كده. ولو في حاجه يا باشمهندس انت مش فاهمها ايه نقف فيها كده. انا هسيب بس تاني معلش اقول ايه 4 سيف. اول حاجه يا باشمهندسينا هبدا ابص على الحاجات اللي انا عايزها. بس انا عايز ايه دلوقتي؟ انا هشتغل على مين؟ انا هشتغل على الوصله ما بين الطريق ده والطريق ده صح؟ عشان كده خطوط الكونتور دي تلزمك في حاجه ولا ملهاش لازمه دلوقتي؟ بعد لنا الرؤيه على الفاضي صح؟ فانا هخفيها. هخفيها ازاي؟ هختار خط الكونتور ده ثم اروح من حاجه اسمها سيرفيس بروبرتيز ثم هقول له بوردر اونلي. ملهاش مود ديسبلاي اقول له ايه بوردر اونلي يا باشمهندس. اوكي. ده اول حاجه اخفيت. خلي بالك انت ما مسحتهاش. انت عملت ايه؟ اخفيت بس خطوط الكونتور عشان ما تزولنيش وانا شغال. البوينتس دي لازم لك في حاجه اخفيها ازاي؟ ممكن من هوم تروح على شويه حاجه اسمها فريز اللي هو اخفي يعني او اقفل اللاير واخفي مين اللاير بتاعتك دي. صعب الكلام ده؟ مين بقى الدنيا وضحت قدامك ولا لا؟ اه روح برده يا شويه شايف الالاينمنت اللي عندك ده ده المسار بتاعك صح؟ معلش روح له اختاره وروح من حاجه اسمها اد ليبل وقول له حاجه اسمها اد اعدادين سيشن ليبل. بعدها يا باشمهندس امسح الكتابات دي كده كلها. ليه؟ برضو الكتابه اللي عليه دي كانت هتزولني فبرضو انا سايب مين بس؟ الخط بتاعي يا باشمهندس.
وانا بينه وبينك كده هبدا بالطريق اللي تحت. مين شاطر يقول لي ده بيمثل مين يا باشمهندس؟ الطريق بتاعنا ده صح. الطريق ده يا باشمهندس كان بيشتمل على مين؟ الراجل قايل لي اعمل بس كده ار اي انتر عشان نشوف فين الطريق وفين الحارات اهي. قال لك انا ده الطريق يا باشمهندس، ده الجزيره صح، بعدها في عندك ده حاره الثانيه وده الشولدر وده مين الشولدر. اول حاجه لازم سيادتك تشيك عليها تشوف هل الطريق ده مرسوم بابعاده صح ولا لا. يعني ايه بابعاده صح ولا لا؟ يعني الطريق ده الراجل ده قال لي ده ايه؟ عرض الحاره. حاره. هل ده فعلا بعرض الحاره اللي انا متوقعه ولا لا؟ لو بعرض الحاره بهوى نعم، مش بعرض الحاره همسح وهرسم بابعاده الحقيقيه. يبقى لازم اول حاجه هبدا بابعاد الطريق الاكزيستنج الايه؟ الحقيقيه. ما ينفعش اشتغل على ابعاد مضروبه يا باشمهندس هبوظ شغل اللي جاي كله. طب مين شاطر يقول لي اشيك عليها ازاي؟ بابسط ما يكون اروح من الانوتيت بعدها باشمهندس بامر يسمى لينير او الاين سوري، بعدها باشمهندس اقيس المسافه من هنا لهنا. مين جدع وشاطر يقول لي متوقع المسافه دي تبقى حدود كام؟ ده بص الراجل يعني كان ايه؟ خلاص زي الفل يا باشمهندس. يبقى ده مين بالنسبه لي؟ يبقى ده بالنسبه لي عرض الحاره والراجل رسم بابعاده مظبوط. طب يا باشمهندس انت عايز الحواف بتاعت مين؟ الحواف بتاعت الشولدر ولا الحواف بتاعت الراس؟ لا الراس. فعلشان كده انت عايز الخط ده، والخط ده الحواف بتاعت الراس بتاعتك صح؟ فالخط ده يلزمك في حاجه؟ امسحه دلوقتي يا باشمهندس عشان ما يتوهنيش ولا ايه؟ وانا بطلع مشغله مش خالص. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ في مشاكل يا رجالتنا؟ حلو قوي الكلام ده. برضه بيهمني انك تحاول تغير فيه او تحطهم في لير الخاصه بيك، يعني حط لي الخط ده في لير وحط لي الخط ده في لير عشان اللير دي تبقى بتاعتك وخاصه بيك، لما تحب تغير فيها تقدر ايه؟ تغير فيها. علشان كده برضه هيهمني انك من البدايه تقول له ايه؟ من هون حاجه اسمها لير بروبرتي، وتعمل لك كده اتنين لير يا باشمهندس او ثلاثه لير على حسب شغلك. انا اللير الاولاني هسميه لكم زيرو ايجس مثلا، اللي هي الايه يا شباب؟ الحواف بتاعت الطرق. هاخدها بلون مفيش مشكله، انا بس اغير اللون بتاعها خلوصيان واخدها خطوط تقيله شويه، اخلي السكنس بتاعها بوينت 3.5. بعدها يا باشمهندس هقول له ايه؟ ادنو لير. خلي بالك انا بعمل لي لير جديده بس عشان اشتغل عليها، واسميها زيرو سيبريشن اللي هو الفاصل ما بين الحارات، واخدها بلون ابيض، واخدها باشوانسين بنوع داش 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 2. خلي بالك الداش عندنا هو ايه؟ داش 2 مش داس مش داس بس، واخده خطوط خفيفه. في مشكله الى الان؟ اخده خفيف بوينت 0.5. مش شاطر يقول لي الخط ده انت عايزه يبقى على انه لير؟ كل ده انا هعتبرها ايج، ده برضه هعتبره ايه؟ ايج، وده برضه هعتبره ايج يا باشوانس صح؟ فنختارهم كلهم من ام او انتر اللي هم البروبرتي، هروح ادخلهم في اللير. بص كده في عندك اللير، اقول لهم دخلهم اللير اللي انا مسميها يا جدعان زيرو ايجز اللي عندك. ولو انا عايز اشوف الخطوط دي بتخانتها عشان انا مديها سماكه صح، افعل الاوبشن اللي عندي ده. فبص كده الخطوط اصبحت تقيله بالمنظر ده. من يقول لي ده انا عايز ادخلهم في اللير اللي انا مسميها مين يا جدعان؟ زيرو سيبريشن. الله ينور عليك. بختارهم بقول له بدل الزيرو دي دخلهم في السيبريشن، واخليهم بخصصهم بالمنظر الجميل اللي عندي. صعبه دي؟ طيب حلو الكلام ده. زي ما حضرتك بصيت على الطريق الاكزيستنج ده وشيكت عليه بابعاده، لازم حضرتك تروح للطريق الاكزيستنج ده وتشيك عليه بابعاد. واقل منه ولا مش اقل؟ مش اقل منه صح؟ هل برضه ده مرسوم بابعاده يا باشمهندسين ولا مش بابعاده؟ نشوف مين يقول لي ازاي؟ قيس اي بعد انت متوقعه، البعد ده انت متوقعه ولا لا؟ المفروض يبقى كام؟ مرسوم صح صح؟ مش هتقول لي انت محتاج مين يا هندسه؟ محتاج مين؟ نهاية الرصف بس، نهاية الرصف بتاعتك اللي هو الخط ده وده الشولدر والنهاية بتاعته، أنا محتاج يا باشمهندس نهاية الرصف اللي هو الخط الأصفر اللي عندك ده. طبعًا ما ينفعش بقى تسيب له خطوط صفراء وخطوطين. ديليت. بختاره وبقول له ديليت يا باشمهندس أو إي إنتر، ماشي؟ ما ينفعش بقى تسيب له إيجي الصفراء وإيجي السيئة، لازم كله يبقى ماشي إيه؟ مع بعضه، فعشان كده بأمر ماتش بروبرتيز، بقول له إم إي إنتر. بعدها يا باشمهندس بروح أجيب خصائص مين؟ يا جدعان، أنتوا لسه فايقين ولا إيه؟ من ام اي انتر. بعدها يا باشمهندس بروح اجيب خصائص الايجس اللي انا عملتها هنا واديها لمين يا جدعان؟ اديها لمين؟ للايجس دي صح، اللي هو ده، واعتبرت دول كانوا كلهم ايجس وده كمان ايجي هندسه. بعدها اجيب مين؟ ها سيبريشن اللي هو الفاصل اللي هو ده، واديه لمين؟ واديه للراجل ده، واديه للراجل ده. صعب هالكلام ولا مو صعب؟ مو صعب، الدنيا ظريفة وجميلة، الطرق الاكزيستنج دلوقتي ما عادش فيها مشكلة يا باشمهندس. صح الكلام ده ولا يا جدعان؟ جميل ولا مو جميل؟ جميل جميل.
زي ما حضرتك جبت لي الايجس بتاعت الطرق الاكزيستنج، لازم تجيب لي الايجس بتاعت النيو او بروبوزل او الطريق البروبوزل بتاعك. خلي بالك انا بشتغل على طريق البيس، الطريق البيس بالنسبه لي اللي هو الطريق ده صح، انا عايز اجيب الايجس بتاعته يا باشمهندس. الايجس اللي هي حواف مين؟ حواف الراس. من شاطر يقول لي اجيبها ازاي دي بقى؟ هو ده بيمثل مين بالنسبه للطريق يا جدعان؟ سنين. ده بيمثل مين بالنسبه للطريق؟ سنتر لاين، محور الطريق صح. لو ده محور الطريق سيادتك عايز تجيب منه مين؟ عايز اجيب باقي الحرات صح، مش من السنتر لاين ده. احنا حطينا نيوجيرسي يا باشمهندسنا في النص، بعد النيوجيرسي خدنا الشولدر الداخلي وثلاث حرات والشولدر الخارجي، فانا عايز نهايه الشولدر الخارجي شمال ونهايه الشولدر الخارجي ايه؟ يمين. شولدر، انا عايز الشولدر الخارجي لانه اسفلت، ما هو الشولدر الخارجي اللي هو قبل النيوجيرسي اللي هو الراس، فانا عايز نهايه الراس شمال ونهايه الراس ايه؟ يمين. مين جدع وشاطر يقول اجيبهم ازاي دول؟ نحسبهم من الانترسكشن. نحسبهم منين؟ من الانترسكشن بتاعنا القديم. احسبهم من الكروس سكشن. كلام مظبوط فعلا الباشمهندس بيتكلم جد جدا. فين الكروس سكشن بتاعك يا باشمهندس؟ اهو. مين شاطر يقول لي من الكروس سكشن بتاع سيادتك؟ ده السنتر لاين بتاعنا يا جدعان صح؟ بعدها انت عايز اول خط عندك اللي هو نهايه القدمه شمال والقدمه يمين. مين يقول لي القدمه دي كانت على مسافه كام؟ 70. مش فاكر. قيس على طول. مين يقول لي قيسها ازاي دي؟ من هنا يا باشمهندس من النقطه دي لحد النقطه دي. مين شاطر يقول لي المسافه كانت كام؟ 70. يبقى لو انا عندي السنتر لاين بتاع الطريق اخد منه اوفست على كام يا عم حاتم عشان اجيب الايدج؟ 35 سم شمال ويمين. خلينا ناخدها واحده واحده. هرجع تاني اقول السنتر لاين بتاع الطريق بتاعي يا جدعان واقول له او انت على مسافه كام بقى؟ يسألك على المسافه تقول له كام؟ 35. باين 3 5 انتر من الراجل ده، مره تحت ومره فوق. يبقى انا عندي السنتر لاين وادي حدود مين يا جدعان؟ الحمد لله النجاس صح. طيب بعدها عايز اجيب بقى نهايه الحارات يمين ونهايه الحارات شمال يا باشمهندس. مين شاطر يقول لي نهايه الحارات دي اللي هي فين؟ هتاخد معاك الشولدر الداخلي ده ولا مش هتاخده؟ هاخد الشولدر الداخلي يا باشمهندس. بعد اخد الحاره الاولى والثانيه والثالثه والشولدر الخارجي لا هسيبه للنهايه. اذا انا هقف عند نهايه مين؟ نهايه الحاره الثالثه يا باشمهندس. مين يقول لي المسافه كام؟ يا عم قيس. بص الراجل الحمد لله صح اهو. فاخد المسافه بتاعتي منين؟ من هنا لحد الحاره الثالثه اللي هي الحاره دي واقول له المسافه دي كده كام يا عمي؟ 12. مسافه 12.0 قول 12.0 انا مش فاهم المسافه بتاعتي كام؟ 12 بوينت يا عم 12.05 عشان نبقى ماشيين بالايد نفس العرض بتاعها. طب مين شاطر يقول لي خدها ازاي دي؟ خدها ازاي؟ انتر اللي هو الاوفست. انتر على مسافه 12.05 او ممكن على فكره تاخدها بالعروض بتاعتها وتريح دماغك. مين يقول لي العروض عندي كانت ايه؟ مش انا كان عندي من هنا في متر وربع؟ طب انا كان ممكن اوفست على مسافه 1.25 صح؟ من الراجل ده مره تحت ومره فوق. بعدها يا باشمهندس 3 و6. الله ينور عليك. في عندك الحاره بتاعتك 3 و6 فوق الاوفست على مسافه 3 و6. ادي حاره الثانيه الثالثه وادي حاره الثانيه الثالثه. هل ينفع تسيب الايجس دي غير دي ولا هتظبط؟ زايز عم ماتش بروبيرتس ام ان. خد حواف الايجي دي يا باشمهندس ده لمين؟ للايجيات اللي عندك دي كده كلها. بعدها خد بامر ماتش بروبيرتس خصائص مين؟ خلي بالك بقول له ام اي انتر. بقف على الخط اللي انا عايز اسرع منه الخصائص اللي هو السيميليتور واديه لمين؟ للسيميليتور ده ثم ده ثم بديه لده ثم مين؟ ثم ده يا باشمهندس. ايه رايي معاك في الشغل الجامد ده؟ حلو ولا مش حلو؟ الحمد لله دلوقتي اصبح عندي الطريق الجديد بعروضه والطريق القديم ده. بس خلي بالك الله يبارك فيك، انا وقفت عند انه حد يا باشمهندس؟ هل جبت حد الشولدر الاخير ولا وقفت عند حدود الرصف بتاعت الحارات؟ حدود الرصف بتاعت الحارات يا باشمهندس. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ الدنيا تمام شغاله؟ طيب برضو علشان لو انت عايز تبدا وتكمل، انا لحد دلوقتي لسه ما عملتش حاجه خالص، ده كل الموضوع بعمل ايه؟ بظبط البدايه بتاعتي، بظبط بعمل خطوط العمل اللي انا هبدا منها. علشان برضه يا باشمهندس تبدا بقى على طول وتمشي على طول، اسال نفسك سؤال، مش ده كده هبقى تقاطع ثلاثي؟ من يقول لي الكوبري هيبقى على مين؟ على الطريق اللي تحت ولا اللي فوق؟ اللي فوق. هو الكتاب بيقول على الطريق الاقل. الكتاب بيقول الكوبري هيبقى فين؟ اللي عروضه اقل، لان الطريق اللي عروضه الاقل لما يطلع بخرسانه هيبقى تكلفته ايه؟ اقل.
بس احنا الطريق اللي تحت الاقل ده مش بتاعنا، احنا بنشتغل على الطريق بتاعنا، فاحنا هنعمل على الكوبري ده ماشي. فعلشان كده لما هعمل الكوبري على الطريق ده يا باشمهندس، هل الكوبري هيقف لحد هنا ولا هيعدي شويتين زي ما احنا كنا لسه بنبص في الترامبت؟ بيعدي شويه صح. طب هيعدي لحد فين؟ بص انا هعديه شويتين، ولما ارسم الترامبت هو هيقول لي هوقف فين بالظبط. فعلشان كده برضو هروح للتقاطع الثلاثي ده وهمده شويه لقدام يا باشمهندس. ازاي؟ بص بص بص، هعمل خط عمل كده، اي خط على مسافه كبيره كده بعيد شويه، واعمل حاجه اسمها اكستند. يعني اكستند؟ مش انت عايز تمد الخطوط دي لحد هنا يا باشمهندس؟ طب الخط ده على مسافه اي مسافه؟ خطه على اي مسافه؟ اي مسافه بعمر لاين، قلت له ال انتر، ورحت واقف من اي نقطه لاي نقطه ثانيه يا باشمهندس على اي مسافه بعد ايه؟ بعد التقاطع بالمنظر الجميل اللي عندي ده. بعدها بامر اكستند اي اكس انتر، هختار مين؟ الخط ده. بعدها انتر على الفاضي واختار الخطوط اللي عندي دي كده كلها يا باشمهندس. هلاقي مدها على استقامتها لحد هنا ولا لا؟ طب يا باشمهندس هو الكوبري هيصل هنا؟ لا، لما سيادتك تشكل الايه؟ الترومبت وترسمه، هو هيقول لك انت عايز تقف فين وتمسح الاجزاء الباقيه مباشره. في مشاكس ولا شغالين؟ شغالين الحمد لله. بكده سيادتك جاهز انك تبدا في اول او في المراسم الفعليه لرسم الانترشينج. مين اللي انا عملت ايه دلوقتي؟ اتفقنا ان انا عشان ابدا ارسم الانترشينج اول حاجه وصلت لمين؟ الايدجز. دلوقتي الحمد لله انا جبت الايدجز بتاعت الطرق الاكزيستنج وتاكدت من ابعادها وجبت الايدجز بتاعت الطريق الجديد بتاعي يا باشمهندس صح؟ تعالى بقى نبدا في مين؟ بريدج بلان. اتفقنا ان احنا هنشتغل على البلانات النهارده صح؟ مين يقول لي البريدج بلان ده هيظهر معايا ازاي؟ ايه المستجد؟ ايه اللي هيجد فيه؟ اولا يا باشمهندس عشان ترسم البريدج بلان لازم تسال نفسك سؤال. انا هنا كده فين الكوبري بتاعي؟ هل الكوبري هيبقى على الطريق اللي تحت ولا سوري على الطريق الاكزيستنج ولا على الطريق الجديد؟ القاعده العامه، القاعده العامه الطريق الكوبري على طريق الفرع على الطريق الاقل، لان الاقل زي ما اتفقنا عروض اقل فيبقى خرسانات اقل فتبقى تكلفه ايه؟ اقل. بس احنا في المشروع بتاعنا هل احنا صممنا الاكزيستنج؟ فاحنا هنعملها على الطريق بتاعنا مش مهم. طب لو الدكتور سالك في المناقشه تقول له نفس الكلام ده، المفروض الكوبري بقى على مين؟ الطريق الاقل. بس انا اشتغلت على الطريق بتاعي عشان ادخله في الديزاين وادخله في اللوحات وادخله في الرسومات بتاعته المشروع. طب يا باشمهندس خلاص احنا اتفقنا تجاوزا في المشروع بتاعنا هناخد الكوبري بتاعنا على مين؟ على الطريق ده. طب يا باشمهندس هو شكل الكوبري هيبقى طالع ظاهر بالمنظر ده؟ من شاطر يقول لي لو انا باصص من الطياره بتاعتي على الكوبري ده يا باشمهندس هل هيظهر بالمنظر الجميل اللي عندي ده؟ ولا هيبقى في خطوط متصله وخطوط مقطوعه؟ مش هيظهر التلبك دوت؟ مين الخطوط المقطوعه؟ اللي تحت. الله ينور عليك. يبقى الخطوط اللي تحت دي في منطقه الكوبري مش هتبقى ايه؟ متصله. طب مين شاطر يقول لي نعمل ايه؟ نقطعوها. نقطعوها ازاي؟ بامر تريم تي ار انتر، بعدها اختار الحواف اللي انا عايز امسح ما بينها. مش انت عايز تمسح الجزئيه من الخط ده ما بين الخط ده وما بين الخط ده؟ فبقول له تي ار انتر، بختار الخط ده والخط ده، بعدها انتر، بعدها يا باشمهندس بروح اقص مين؟ اقول له قص لي ده ثم ده ثم ده. مفيش مشكله ممكن تقص ده، بس يعني سيب خط من الخطوط اللي في النص دي لان احنا هنحتاجه بعد شويتين. انا بسيب خط واحده يا باشمهندس. ايه راي سيادتك؟ مبدئيا يا عم قصه كمان. ايه راي سيادتك؟ كوبري ولا مش كوبري؟ كوبري بكل بساطه. طلع معاك كوبري من ناس محترمه جدا. ده بس كوبري؟ اه والله. كوبري ولا مش كوبري؟ كوبري. في ناس فوق ناس تحت ولا لا؟ هو ده البلان فعلا. اه ده البلان بتاعه. نفس الكلام اهو. مش ده برضه هيبقى كوبري يا جدعان؟ مين فوق ومين تحت؟ الطريق الفرعي ده هيبقى تحت ده هيبقى فوق، عشان كده امر مين؟ ترين تار انتر. هختار من هنا لحد هنا، وان كان لسه هنعدل في ده شويه بس مفيش مشكله. يعني قص برضو، قص الحاجات دي كلها يا باشمهندس. بص كده هتظهر معاك ازاي. خلي بالك انا برسم البلان لكن البروفايل لسه طالعه والنازله بتاعته لسه فيها ايه؟ اوراق. ايه رايك دلوقتي برضو ظهر كده كوبري ولا لا؟ يبقى الحمد لله كده بابسط ما يكون انا خلصت البلان. الكوبري بتاعي في البلان هيظهر بالمنظر الجميل اللي عندك ده يا باشمهندس، سواء على التقاطع ده او التقاطع مين؟ او التقاطع الجميل اللذيذ اللي عندك. في مشكله في الكلام ده الى الان ولا الموضوع بسيط؟ طب مين شاطر يقول لي بعد ما سيادتك ربنا اكرمك ورسمت البلان بتاع الكوبريز هترسم مين يا باشمهندس؟ اللوب بلان. عايز ارسم البلان بتاع اللوب. مين شاطر يقول لي انت عرفت اللوبه دي بتعمل ايه ولا لا؟ هتنقل الحركه الشمال ما بين الطرق المختلفه يا باشمهندس صح؟ طيب هرسم اللوبه ديت ازاي؟ ايه؟ لا لازم ارسم اللوبه الاول، ما ينفعش ارسم اللي هي الرامب الاول، لازم ارسم اللوبه الاول يا باشمهندس. طيب هرسم اللوبه دي ازاي؟ قال لك بص يا عم اللوبه دي، اللوبه دي ما هي الا عباره عن دايره. خلي بالك انا هشرحها لك وهقول لك هنعملها ازاي بعدين. ما هي الا عباره عن دايره يا باشمهندس، يعني ولكن انا عايز ارسم اللوبه اللي هتاخد الناس اللي ماشيه من تحت من هنا تبدا تطلعهم فين؟ فوق هنا يا باشمهندس. فانا هرسم اللوبه دي دلوقتي. فاللوبه دي بتبقى عباره عن ايه؟ جزء من دايره كده ولكن بالمنظر ده.
اللوبه دي يا باشمهندس بتبدا تاخد مين هنا؟ انا برسم دايره، يعني انا هرسم دايره، الدايره دي هخليها بتمس الخط اللي تحت ده وبتمس الخط ده وبنص قطر محدد يا باشمهندس، والدايره بتاعتك دي لما تيجي تقصها هقص مين هنا؟ هقص الجزء اللي تحت دوت، ابدا اسيبها يبدا الناس تتحرك على الدايره دي وتطلع من الطريق اللي تحت للطريق الايه؟ فاللوبه لما اجي ارسمها هي عباره عن مين؟ دايره وبتمس خطين. طب دايره تمس خطين سهله، لكن نص القطر بتاع الدايره دي كام؟ مين جدع وشاطر يجل هيجيب نص القطر ده منين؟ المناسيب. منين؟ 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 كده هيختلف على حسب السرعه ده اسمه ايه؟ ايوه باشمهندس انت كانك بتصمم هورزونتال كيرف بالظبط. مين شاطر يقول لي هورزونتال كيرف ده يا باشمهندس كنت بتصممه ازاي؟ من الاي زائد الاف اس بيساوي البي سكوير على 27 ار صح؟ صح. او كنت بخش فين فاكر؟ 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 لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. بص يا باشمهندس كنت سيادتك بتخش الجدول بتاع الكود بعدها يسالك على السرعه تخش تجيب مين؟ الراديوس صح كلام ده ولا لا؟ بس يا باشمهندس في مشكله ايه؟ هو السرعه بتاعتي كام؟ انا دلوقتي عارف ان سرعه الطريق اللي ده 110 وسرعه الطريق اللي تحت هفترضها برضه 110، يعني الطريقين عندي وليكن افترضهم كام؟ 110. طب يا باشمهندس تبقى سرعه اللوبه دي كام؟ هل برضه سمعها 110؟ قال لك عادي والله ممكن، بس سيادتك لو رحت من الديزاين كاركتيريا تدور يا باشمهندس ولكن انا هشتغل في اللوبه على قيمه سوبر اتش 4%، انا هشتغل على قيمه اي اقل شويه، فلو دخلت على اي 4% يا باشمهندس عند سرعه كام؟ 100 هتلاقي في عندك كام يا باشمهندس؟ بص عايز ربع، عايز 500 متر تقريبا، فانت عايز ريدس كبير قوي وتعمل نزله من كات كبير. فانا لا، قال لك يا باشمهندس مسموح لك بريدكشن للسرعه شويتين، تقلل السرعه شويتين. طب اقللها كام يعني؟ اخدها 90؟ 60 اخدها 80؟ بمزاجي يعني؟ قال لك لا ده مش بمزاجي، امال منين يا عمي؟ قال لك يا باشمهندس ايه؟ اكيد نسبه من السرعه. الله ينور، الراجل ده الراجل ده عالي عالي، الراجل ده عالي. فعلا يا باشمهندسينا فعلا يا رجالتنا السرعه بتاعتي مش بمزاجي، ده انا برجع للكود بلاقي الكود بيحددها طبقا لمين؟ طبقا للسرعه التصميميه على الطريق بتاع باشمهندس. ازاي؟ بص كده معايا في الكتاب اللي انا مديهولك، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب بتاع السيفل اشورنس اللي انا مديهولك، الكتاب بتاع السيفل اللي انا مديهولك من اول مره، لو نزلت لتحت كده هتلاقيني عامل لك شابتر لتصميم الانترشينجز. انا خدناك كده اه خدتوه، لو مش خدتوه خدوه بس الموضوع بسيط يعني. طبعا انا بكلمك على انواع التقاطعات واشكالها وخصائص، خلاص احنا عرفنا الكلام ده يا باشمهندس صح؟ والكلافر ليف واتجاهاته والترومبت والدايركشنال والحوارات دي كلها، خلاص احنا عرفنا الكلام ده كله. ما هو ده الطبيعي، ده الطبيعي. بص كده اول حاجه يا باشمهندس سيادتك عايز مين دلوقتي؟ اتفقنا ان انا عايز دلوقتي اصمم المنحدرات اللي هي اللوبه او الرامبه صح؟ فاللوبه او الرامبه دي انا عايز اصممها، عايز اجيب الريدس بتاعها. قال لك الريدس عشان تجيبه لازم تجيب مين؟ السرعه. بص كده ده جدول السرعات على المنحدرات طبقا للكود المصري. الكود ده الجدول ده انا مش كاتبه، ده انا جايبه كوبي بيست منين؟ من الكود يا باشمهندس. بص كده بيقول لك ايه؟ السرعه التصميميه على الطريق الرئيسي. يبقى معلوميه مين يا جدعان؟ السرعه التصميميه على الطريق هتبدا تطلع السرعه بتاعتك على العروه اللي هي مين؟ اللي هي اللوبه. هتطلع لها الحد الاعلى والحد الاوسط والحد الايه؟ الادنى. مين يقول لي لو انا عندي السرعه 110 اللي هو الطريق اللي انا بصممه، اعلى سرعه ممكن اصمم عليها اللوبه كام؟ 100. واقل سرعه ممكن اصمم عليها اللوبه كام؟ ويفضل انك تروح لكام يا باشمهندس؟ اذا السرعه على اللوبه مش هي سرعه الطريق صح؟ ده هي نسبه منها يا باشمهندس. وهل بحددها بمزاجي ولا من الكود؟ من الكود. مين شاطر يقول لي اصمم اللوبه بتاعتي على كام؟ 80. ده خلي بالك انت في عندك لوبات وفي عندك رامبات صح؟ 60 عشان الدور صغير. اللوبه الله ينور عليك، فعلا ده اللي احنا هنعمله. اللوبه يا باشمهندس لما باجي اصممها دايما بروح للمينيمم الرينج اللي هو الاقل قيمه للسرعه. ليه؟ عشان كل ما هتجيب سرعه قليله كل ما تصمم على ريدس ايه قليل، كل ما تاخد نزعه ملكيات قليله. لكن الرامب مش فارق معايا اصممه على المفضل او على الاعلى، مش فارق يا باشمهندس. لكن دايما في اللوب انا بميل لمين؟ الحد الادنى. فتصمم على 60 او كام؟ او 70 يا باشمهندس. مين شاطر يقول لي لو اصمم على 60 ولا 70 هتبقى النص القطر بتاعك كام يا رجاله؟ هتبقى نص القطر بتاعك كام؟ الله ينور عليك. شوف البتاع وخلاص يعني نمشي؟ لا بدا يفوق بقى ويروح لسه معاه صحيانه دلوقتي صح؟ هتروح يا باشمهندس من الالاينمنت هتبقى ايه؟
ديزاين كاركتر اديتور بعدها شانس من الاينمنت على مينيمم ريدج. اتفقنا هنصمم على ايه كام؟ انا بصمم سوبر ايفيشن قليل في اللوبه فتيجي تبص على الشانس لو 60 هتلاقي 135 لو 70 هتلاقي كام؟ 203. بص اعمل اصمم على ريدج 200 هاخد الار بتاعي كام؟ 200 يا باشمهندس. اشمعنى 200؟ اهو اشتغل على السرعه في حدود كام تقريبا؟ 70 او 65 في المفروض وده في الرينج بتاعي ولا لا؟ اه يا باشمهندس انا هاخد الريديوس بتاع اللوبه كام يا هندسه؟ الحمد لله يا عم عرفت ان الدايره اللي انا هرسمها بنت اللذينه دي الريديوس بتاعها هيبقى كام؟ 200. باقي لي حاجه واحده بس عشان ارسم الدايره دي. انا عرفت خلاص ان انا هرسم دايره بتمس الخط ده وتمس الخط ده بنص قطر كام؟ 200 يا باشمهندس. بس في حاجه بقى اخيره عشان ترسم لها يا باشمهندس. ايه هي؟ هو انا الطريق بتاعي كام حاره؟ ثلاثه. ادي حاره الثانيه الثالثه. هل يفضل انك لما تيجي تفتح اللوبه دي كده بعد شويتين يا باشمهندس تيجي تدخلها على نفس الحاره بتاعه الطريق ولا يفضل انك تفتح لها حاره زياده؟ يعني الناس كده تيجي تخش 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 في حاره منفصله ملهاش علاقه بمين بالحاره بتاعه الطريق زي مين؟ بص 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 ده حاجه لقطه اللي بالله هفترض ان انا ما سمعتش حاجه. بص كده معايا يا باشمهندس. بص 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 عندك اللوبه هي هندسه صح؟ اللوبه عندك هي يا باشمهندس صح؟ الطريق بتاعك ادي الحارات بتاعته من هنا لهنا ادي الحارات صح؟ الحارات دي مشيت عدله صح؟ لما فتح اللوبه هل طلعها على طول على الطريق ولا فتح حاره يا باشمهندس؟ خلي بالك الحاره دي هتبقى ما بين اللوبه دي وما بين اللوبه دي، يعني في المنطقه اللي ما بين اللوبتين هتلاقي الطريق بتاعك زي مين؟ حاره، لكن قبل وبعد الطريق بتاعي بحاراته زي ما هي يا باشمهندس. الحاره دي على فكره بنسميها حاره ويفنج. ايه ويفنج؟ مش انت عندك الناس اللي خارجه من هنا كده يا باشمهندس وعايزه تطلع على الطريق عايزه تمشي طوالي، والناس اللي جايه من الطريق ده عايزه تدخل اللوبه اللي هنا دي عايزه تدخل اللوبه ديت، فتلاقي الطريقين دول او الخطين دول مالهم؟ متقاطعين مع بعض. يعني بص كده انا عايز اكتبها لك بس مفيش بوينتر هنا هعملها لك على السبوره. يعني لغايه ما ناخد سرعه الطريق ايه؟ بتتعمل لغايه ما ناخد سرعه الطريق. مش لغايه ما ناخد سرعه الطريق، بتتعمل بطول محدد يا باشمهندس. الطول ده بنسميه كمان طول مين اللي هو ال اللي عندك ده بنسميه طول ويفي. احنا ماشيين في مصر على الشمال نمشي بسرعه على اليمين اللي طالع الملف عشان فانت بص هنا. يعني انا كل مهمتي دلوقتي يا باشمهندس في المنطقه اللي ما بين اللوبتين هل هشتغل على نفس حاره الطريق ولا هفتح حاره؟ هفتح حاره يا باشمهندس. نفس الكلام تحت على فكره الطريق الرئيسي الطريق الثانوي اللي تحت برضه لما جه يشتغل هل فتح حاره ولا خدها على نفس الحارات بتاعه الطريق؟ فنفتح حاره. فبص كده معايا انا عايز ارسم اللوبه دي صح؟ هل في ما بين اللوبتين هتفتح حاره ولا هتاخدها على الحاره بتاعه الطريق؟ فعلشان كده يا باشمهندس امسح بقى الدايره الفيك اللي انا عملتها دي وبامر اوفست او انتر على مسافه يا باشمهندس 3.6. مين ده؟ هاخد من هنا افتح حاره زياده واخد من هنا افتح حاره افتحها. خلي بالك عن الحاره دي هتفتحها فوق بس ولا فوق وتحت؟ فوق وتحت يا باشمهندس الله ينور عليك. طب يا هندسه معد الحاره دلوقتي انت فتحتها على الطريق كله، هو انت هتفتحها على الطريق كله ولا ما بين اللوبتين؟ ارسم بقى اللوبه وابدا يا باشمهندس شنكر الزيادات بتاعتك وظبط الدنيا وروق على ادائك. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ ركز معايا، جبت الايجز بتاعت الطرق، حددت نص قطر اللوبه ب 200، بعدها يا باشمهندس اللوبه بتاعتي مش هينفع افتحها على الحارات الرئيسيه بفتح حاره زياده فخدت اوفست على مسافه 3.6 من كل الايدجز بتاعتي صح؟ بعدها ابدا ارسم اللوبه بقى وانا مطمن. مين يقول لي ارسم اللوبه ازاي؟ انا عايز دلوقتي ارسم دايره بتمس الراجل ده، اخر خط بقى انا جبته واخر خط انا جبته ونص القطر بتاعها كام؟ للوبه اللي هنا. طب واللوبه دي؟ شرحها. طب ودي؟ طب ودي؟ صح؟ طب هعمل الكلام ده ازاي؟ برضه سهل وبسيط. تروح من الهوم شاف امر السيركل اللي قدامك ده افتحه. بعدها اقول له حاجه اسمها تانجنت راديوس. يعني ايه يا ريس؟ مقاس يعني ارسم دايره بتمس في الخط ده وتمس خط وبنص قطر معاه. سهله دي؟ تمام. بعدها يا باشمهندس يقول لك فين الفيرست تانجنت؟ امشي معاه بقى وركز الله يخليك. بيسالك على مين؟ فيرست تانجنت. اقول له اهو اختار يا باشمهندس الخط ده من بعيد شويه كده اللي هو اخر خط يا رجاله، اخر خط انت جبته. بعدها بيسالك على مين؟ ما تبخلش عليه، ادي له الخط ده برده من بعيد شويه كده. بعدها سالك على مين؟ الحمد لله. قول له كام؟ 200. انتر. هتلاقي يا باشمهندس رسم لك اجدعتها دايره بتمس الخط ده وتمس الخط ده ونص القطر بتاعها كام يا جدعان؟ 200. طب والراجل ده اقل منه؟ لا. ازاي؟ ها مين يفكرني؟ خش على امر الدوائر. ايوه. بعدها ادى المماس الاول ثم المماس الثاني ثم يا باشمهندس قول له كام؟ ها؟ ال 200 رسم لك الدايره بتاعتك صح؟ بص انا هبوظ لك حاجه كده لانه ممكن في البيت يظهرها لك. يعني بص كده انا هغير حاجه وهرجع اعدلها معاك علشان لو ظهرت معاك في البيت يا باشمهندس ايه؟ تبقى انت عارف المشكله دي ايه وازاي هتعدلها. ربنا ما يجيب مشاكل. ربنا ما يجيب مشاكل ان شاء الله.
يا عم لا طيب انا هنا لا فوق الشغل شغل عالي يا جدعان فوق يا جدعان متاخر شويه بعد كده ما ينفعش الساعه 12 دي بص يا جدعان بص يا جدعان بص يا جدعان انا عايز ارسم الكورنر ده من يقول لي ارسم ازاي اللوبه اللي هنا او الدايره اللي هنا ممكن من هنا على فكره ممكن ليها اختصار بدل ما تجيب من دايره هنا كده الامر ده لا ممكن تقول له سي انتر بعدها تي انتر اللي هو تانجنت تانجنت ريد بعدها ده المماس ده من بعيد شويه ثم تختار المماس ده بص كده بسالك على مين دلوقتي بص بص اختار التاني يقول لك لا مازال واقف عليها هل بيسالك على الهندسه ولا مازال بيقول لك السكن ايه بقى بنزل يا عم السكن ده اهو يقول لك عبد الله منافي بص بص وراح مطلع لك رساله جميله اهي يقول لك ايه بقى بقول لك الاند بوينتس هاف ديفرنس كوردينيت المشكله دي ممكن تظهر معاك في البيت عشان كده انا عملتها لك ايه يا باشمهندس مش ده خط الخط ده يا باشمهندس بيقول لك ان الاند بوينتس بتاعته اللي هي النهايات بتاعته ليها مناسيب مختلفه ليها مناسيب زد ايه مختلفة فانت دلوقتي يا باشمهندس ما ينفعش ترسم الخط ده نقطة دي في منسوب بدايته ونهايته في منسوب فالخط ده مايل فما ينفعش ترسم دايرة عليه طب احل المشكلة ديت ازاي؟ طول ما النقطة بداية الخط ده في منسوب غير نقطة نهاية الخط مستحيل ترسم الدايرة ده يا باشمهندس طب احل المشكلة دي ازاي يا عمي؟ قال لك ارجع تاني اعمل اسكيب روح للبروبرتيز بتاعة الخط ده ازاي يا عم بقول له ام او انتر بعدها يا باشمهندس بختار الخط الجميل ده هلاقي جاب لي الخصائص بتاعته ابص على الستارت زد الاقيها كام؟ سالب 28 وبص على الاند زد كانت كام؟ زيرو فعلا منسوب نقطه البدايه مش منسوب نقطه النهايه معناه ان الخط ده مايل هي ده سبب المشكله مين اللي عمل ايه؟ لازم اخليهم الاثنين في نفس المنسوب يا باشمهندس فخليهم الاثنين في كام؟ سالب 27 يا اما في الزيرو فانا هروح للستارت دي اخليها كام؟ يبقى انا دلوقتي البدايه والنهايه في نفس المنسوب ولا لا؟ المشكله دي لو ظهرت معاك في البيت تقدر تحلها باذن الله بعدها يا باشمهندس اصبحت البدايه بتاعه الخط والنهايه عند سالب عند زيرو تقدر ترسم الدايره بتاعتك يا باشمهندس مين شاطر يقول ازاي سي انتر تي انتر هذا الفيرست تانجنت ثم هذا السكند تانجنت بعدها يا باشمهندس تقول له الريدس بتاعك بقى كام سالك على الريدس قول له هذا ال 200 انتر بعدها يا باشمهندس اخر انا برسم الباد بتاعتي كلها مره واحده سي انتر تي انتر بعدها يا باشمهندس من ده مع دوت ثم بقول له كام يا جدعان ادى ال 200 الحمد لله انا رسمت الباد بتاعتي اللي هنا كده يا باشمهندس صعب ولا سهله؟ سهله جدا مش هي حاجه صح؟ طب وايه كمان؟ انا في عندي لوبه هنا صح؟ بس سيبها دي شويه هندلعها شويه خليها على هادي خلينا نفهم بس اللي بده وبعد كده لان دي لسه هنعدل فيها تعديله بسيطه. طب جميل باشمهندس هو اللوبه بتاعتك عباره عن دايره ولا جزء من دايره؟ الجزء اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره طب منقول اعمل ايش؟ بامر ترم تي ار دبل انتر وروح يا باشمهندس قص اللي جوه قص معاك راجل مرز ترم بقول له تي ار ثم انتر انتر كمان لو انت مرزق ونيتك سالكه هتروح تدوس هيقص لو نيتك مش سالكه مش هيقص زي ده كده بس طب اعمل ايه يا باشمهندس بص ابن العفريته ده مش راضي يقص اعمل ايه بقصها بامر يسمى بريك يبقى لو انا عملت تريم وتريم فيها هبابه يا بص مش راشق هنا بالملي في هبابه كده ما بين ده وده طب مين يقول لي حلها ازاي دي بي ار انتر كذا بتقص بعدها يا باشمهندس بختار نقطة ثم ببدأ أقص في الاتجاه بص كده لو أنت قصيت كده بيقص لك الجزء الكبير فأنت امشي في الاتجاه ده كده تلاقي بيقص لك الجزء ده بعدها يا باشمهندس ابدأ خد النقطة دي كده وديها لحد فين نقطة فين يا جدعان؟ وديها لحد نقطة المماس ده كده وامسك النقطة اللي عندك دي خلي بالك أنا ما بغيرش في الديزاين أنا باخد النقطة وديها لحد فين يا جدعان؟ لحد نقطة التماس اللي هي النقطة اللي عندك دي إيه رأيكم يا جدعان؟ سهلة؟ باقي لك سؤال هي اللوبة عبارة عن خط هناخد الخصائص بتاعتها ولا هتبقى حراك والله ما انا مزعلك الباشمهندس نط على حته ثانيه قال لي هي هتبقى خط خصائص غير الخصائص دول هتبقى نفس الخصائص ما هيش بروبرتيز بس انا كنت بتكلم في حته ثانيه خالص على فكره بس هو معلش يعني خلينا على قد عقله كده عشان الدنيا صح معايا انا بقى بسال السؤال بتاعي هي اللوبه بتاعتك هتبقى هي العربيات لما تيجي تمشي هتمشي على خط ولا حراك او حاره او حارات يا باشمهندس مين شاطر يقول لي هناخد اللوبه بتاعتنا حاره ولا حارتين ولا ثلاثه اللوبه بتاعتك يا حاره يا حارتين يا باشمهندس مفيش حاجه اسمها ثلاثه اللوبه يا حاره يا حارتين طب بنصممها بناء على حجم المرور اللي هيمشي عليه لو انت عارف عدد العربيات عليها كام فانت محتاج عرض الحاره بتاعتها تبقى كام طيب يا ترى يا باشمهندس احنا دلوقتي ما عندناش حجم مرور ناخدها حاره ولا اثنين حدد يا باشمهندس طب مين شاطر يقول لي لو حاره لو افترضت معاك تجاوزها الحاره عرضها يبقى كام نصاب ليه 365 ده للطريق الستريت اللي هو الطريق اللي ماشي في وشه طب يا باشمهندس العربيه لو هي جايه بتلف بتحتاج عرض اكبر ولا لا؟ فالعرض بتاع الحاره في اللوبه ليس 3.6 ده عرض تصميمي هجيبه منين؟ من الكوز اللي هو فين؟ اللي هو في الكتاب اللي انا مديهولك ارجع كده يا باشمهندس على الكتاب اللي انا مديهولك اصحى اصحى
هتلاقينا يا باشمهندس الجدول الجدول رقم الف 5 مدي لك عروض مين؟ عروض الحرارات على الدرجات بتاعتك يا باشمهندس. هتلاقي الكود بيحدد لنا ثلاث حالات. الحاله الاولى حاره واحده في اتجاه واحد مع عدم السماح بالتخطي، يعني حاره ما فيهاش باصنج، يعني هتاخد الطريق بتاعك حاره ولو عربيه وقفت محدش يعرف، مفيش باصنج، عرض التحولات ما يسمحش بالتخطي. او الحاله الثانيه حاره واحده بس مسموح فيها بالتخطي. الحاله الثالثه حارتين يا باشمهندس في الاتجاه، هتاخد الحاره بتاعتك تشغلك انها حارتين. طيب بص كده، لو انا هشتغل الطريق بتاع، خلي بالك احنا هنشتغل على مين؟ هل ينفع نشتغل على الحاره بدون تخطي؟ لا، احنا هنشتغل على اما حاره تخطي حارتين في اتجاهين، حارتين في الاتجاه الواحد، حارتين في اتجاه واحد تمام، او في اتجاهين، او في اتجاهين، هو ينفع اللوبه تبقى تاخد الاتجاهين؟ اه لو انت عايز يا باشمهندس تشتغل على اللوبه في الاتجاه الثاني، او حتى ممكن تشغل اللوبه اتجاهين لو انت عايز تشتغل على نص كلافر ليف، تعمل حاجه اسمها بارشل كلافر ليف، بس ده مش موضوع خالص دلوقتي. طيب بص معايا، انا هشتغل على حاره واحده بتخطي او حارتين يا باشمهندس. طيب لو هشتغل على حاره واحده بتخطي، هتلاقيه بتنزل تحت يقول لك انت هتصمم على الف ولا ب ولا ج، يا نهار مش معدلين الف ب ج، الف ده السنجل السولي برايفت كار، لو انت هتصمم على العربيه ملك يا باشمهندس، الب اللي هي السنجل تراك اللي هي العربيه الايه النقل الوحده واحده او الاوتوبيس، يعني حاجه زي الاوتوبيس كده اللي هي العربيه النقل يا باشمهندس. مين اللي لما هتصمم على ج؟ ج طبعا، يبقى انا هصمم على ج. بص ربنا يسهل، اخش على ج، يبقى انا حددت الحاله الثانيه بعدها قلت ج. طب هاخد رقم ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ على حسب السرعه، على حسب نص القطر بتاع سيادتك يا باشمهندس. لو نص القطر بتاعك 15 متر تاخدها بالعرض ده، لو نص القطر بتاعك 150 متر هتاخدها بالعرض ده، لو اكبر من 150 متر اللي هو شبه مماس تاخده بالعرض اللي عندك ده يا باشمهندس. مين يقول انا عندي نص القطر كام؟ 200. اكبر من 150 يبقى عرض الحاره كام؟ 6.2. بص حاره واحده عرضها كام؟ 6.3. يبقى 3.6 دي حاجه ثانيه خالص، نص القطر، نص القطر، نص القطر. طب يا باشمهندس نعم، بص كده، انت الحاله دي لو انت هتشغل الطريق بتاعك حاره واحده بس هتسمح فيها بتخطي، هيبقى الحاره كام؟ 6.3. طب لو هشغله حارتين كام؟ هيبقى كام؟ 8.1 يا باشمهندس. مين شوط يقدر يقول لي مين الافضل، هل 6.3 ولا 8.1؟ 8.1. والله بص، لو انت عايز تشغله حارتين دايركت هي 8.1. احيانا بنضحك عليهم ازاي؟ بنقول له احنا هناخد الطريق عرضه 6.3 ونشغله حارتين. مش هو انت عندك يا باشمهندس لو انت مش بتقول لي ان هي حاره فيها تخطي؟ يعني ايه حاره فيها تخطي؟ يعني حاره هتسمح ان العربيه واقفه وعربيه ثانيه تم عربيه ثانيه مش واقفه. فاحنا دايما بنقول له هناخدها 6.3 وممكن تشتغل على انها ايه؟ فانا هشتغل يا باشمهندس بعرض حاره كام يا جدعان؟ 6.3. مين شاطر يقول لي اشمعنى 6.3؟ سلفه في المناقشه. انا اشتغلت طبقا للكود المصري على حاره واحده بسماح مين؟ بتخطي، ونوع العربيه بتاعت عربيه ايه؟ نقل، ونص القطر بتاعها 150 فريق عرض الحاره بتاعتها. الكلام ده هو الديزاين، هو ده اللي انت حسيت فيه شويه في المناقشه. بناء عليه لو عند سيادتك الخط الاولاني بتاع اللوبه، عايزين نجيب بقى عرض اللوبه، قلنا 6.3 صح؟ عايز اخد اوفست من الخط ده، موازن الخط ده صح؟ هقول له او انتر على مسافتها 6.3 من الخط ده. مين جدع يجولي، هاخده بر ولا جوه؟ بر ولا جوه؟ جوه. لا جوه يا دكتور، لازم بر، ما ينفعش بر. ليه؟ بص كده، انت الريدس التصميم بتاعك كام؟ لو خدته جوه معناه انك بتقلل الريدس ولا لا؟ ما ينفعش الا باشمهندس، فلازم اخد الريدس بتاعي ايه؟ بره يا باشمهندس، فلازم اخد الاوفست بتاعي بره. من هنا ايضا اخدها ايه؟ بره، ثم من هنا اخدها يا جدعان بره، ثم من هنا اخدها رجالي بره. ايه راي سيادتكم؟ الحمد لله دلوقتي انا خلصت اللغات بتاعتي، باقي لي الشنكره، باقي لي الايه؟ ان انا امسح الزيادات بتاعتي. تعالى تعالى ناخدها واحده واحده كده، انا همسح لك واحده وانت ايه؟ هتدوس في الباقي ان شاء الله، انا واثق من الكلام ده. هي صعبه لا هي مش صعبه، بس عايزه تشغيل دماغ عشان ما تتوهش في الخطوط. بص كده معايا يا باشمهندس، مين شاطر يقول لي دي ايه؟ ديت اللوبه صح، والعربيه طالعه من هنا كده في الاتجاه ده صح الكلام ده ولا لا؟ وفي عندها العربيات اللي جايه من الطريق الرئيسي جايه في الاتجاه ده، في الاتجاه ده صح. الطريق الرئيسي كام حاره يا جدعان؟ 1 2 3. اذا من الحاره دي هتقف ولا لا؟ منين؟ من هنا صح الكلام ده ولا لا؟ فممكن بعمر التريم يا باشمهندسينا اختار الخط ده واقول له ايه؟ امسح لي الخط ده كده خالص. يبقى انا كده ضمنت ان الطريق بتاع الرئيسي كام حاره؟ 3. طب يا باشمهندس نعم، هي الحاره بتاعتك دي هتبقى مستمر، او الخط ده هيبقى مستمر كده في اللوبه ولا هيتقطع؟ طبعا هيتقطع بعمر تريم تي ار دبل انتر اقطع.
طب يا باشمهندس ده كان مين؟ ده خط اللوبه. هو خط اللوبه هيجي يدخل الطريق ولا هيقف عند بدايه الطريق؟ بعمر تريم تيار دبل انتر وقطع يا باشمهندس المنزه. ايه راي سيادتك؟ طب يا باشمهندس في مشكله ايه؟ هو الخط ده كده بقى مش هنا كده، بص كده جوه الحاره جوه اللوبه عاد كام حاره؟ ده واحد اثنين ثلاثة وده الحلقة ايه؟ أربعة. فمعناها ان الخط ده في المنطقة اللي جوه اللوبة هيبقى خط ايج ولا فاصل ما بين حارات؟ فاصل ما بين حارات. فعشان كده بأمر بريك بي ار انتر امسك يا باشمهندس من هنا لهنا كده واقطع الخط ده. علشان ايه؟ عشان تقدر تغير الخصائص بتاعته بس تقلى شوية. يعني ما تغيرش خصائصه دلوقتي. امال امتى؟ لما تروح تظبط الايه؟ اليمة الثانية. بص كده ظبط نفس الكلام ده اليمة دي يا باشمهندس. بأمر تريب من شاطر يقول الخط ده لازم لك في حاجة والخط ده والخط ده. منو القطع ده ازاي؟ بي ار انتر يا باشمهندس وهات من هنا لحد هنا كده بالمنظر ده. تقدر دلوقتي بامر ماتش بروبرت تاخد خصائص الراجل ده تدهن ده. ايه رايكم في شغل الفنادق بقى؟ بص كده اللي حصل. بص 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 الطريق بتاعك كام حاره؟ واحد اثنين ثلاثه. اللوبه بتاعتك جت دخلت ودخلت فين؟ في حاره منفصله. تبدا يا باشمهندس تتحرك 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 لحد ما جت هنا كده تخش ليه؟ يا اما تخش بتاعته يا اما تتحرك هناك ورؤية الطريق بتاعي بعد اللي هو كام حاره برده؟ ثلاث حارات يا باشمهندس. ثلاث حارات تاني من دون اي مشكله، صح الكلام ده ولا لا؟ لو انت هاد بروفيشنال وعايز تفنش خلي بالك نفس الكلام اللي انا عملته هنا هتعمل فين؟ في الكل. هتعمل هنا هتعمل هنا هتعمل هنا في كل الايه؟ في كل الاركان بتاعتك. بس لو انت لو ايه؟ الاكزيستنج في حته باينه فيه قرر الحته دي برده يا باشمهندس. بص يا باشمهندس بقول لك الراجل ده عالي جدا. بامر التريم لازم تروح تعمل يا باشمهندس. لازم يا باشمهندس تروح تبص ايه؟ عشان نفس المبدا اللي احنا اتفقنا عليه عشان الحاره دي اصبحت ضمن الكوبري فاصل عندك نفس الكلام اللي يمه فين لما التاني. بس لو انت بقى عايز تفنش تماما اخر حاجه يا باشمهندس في حاجه هنا اسمها نص. لا نص فين؟ احنا قلنا حاره واحده يا جدع. حاره واحده انت كده حاره واحده اهو حاره واحده اهو خلاص زي ترزع زي الله يكرمك. اخر حاجه عندي يا باشمهندسين ده كده بيبقى حافه الطريق صح وده حافه الطريق. هو ينفع حافه الطريق مع حافه الطريق تنهي بزيرو؟ لا. ليه؟ لان حافه الطريق دي بحددها يا اما بنجرس يا اما بحددها يا اما بحددها ببردوره صح. وانا حافه الطريق ده برضو حددها ببردوره صح كلام ده ولا لا؟ ما ينفعش هو مش عارف ايه بردوره طبعا بتاعته جميله قوي طبعا البردوره ده يا باشمهندس بتبقى عارف الـ عارف ال قطع الخرسانة الصغيرة اللي في الطريق دي بقى لونها ابيض واسود انت ماشي كده هي دي البردورة. البردورة دي بتبقى عرضها صغير ولا لها عرض 30 ممكن 30 او 25 او حتى 20؟ فتيجي تبص لو انت عايز تحط البردورة دي هنا كده يا باشمهندس تخيل كده عندك ايه؟ عندك بردورة 20 سم عايز تحطها عشان تحدد الايج بتاعت الطريق ده، هل ينفع تقفل بزيرو ولا لها عرض؟ فما ينفعش في النهايه ان خطين طريقين ينهوا بزاويه زيرو يا باشمهندس. فتعمل ايه؟ بص كده بنعمل حته دايره فيك بقول له سي انتر تي انتر برده دايره ما بين الخط ده والخط ده بنص قطر 2 متر او 1.5 هاخدها 2 مفيش مشكله. لا عايزه تبقى بس لورا شويه. لا عادي هي 2 برده سي انتر تي انتر بس خد المسافات بتاعتك من ورا شويه يا باشمهندس وخدها ايه برده 2 مفيش مشكله. بأمر تريم بص بص ركز 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 همسح دي كده يا باشمهندس وبأمر ماتش بروبرتس هاخد ده من هنا لهنا. بص كده الطريق بتاعك لما يجي ينهي الحواف الراس او حواف الخرسانه هتنهي مع الدايره دي تقدر دلوقتي تشكلها ولا لا؟ طب والجزء ده يا باشمهندس هيبقى ايه؟ الجزء ده هيبقى اسفلت بأمر بريك ما بشيلوش على فكره بأمر بريك بشيله من هنا كده بقطع ده كده وبقطع ده كده بأمر ماتش بروبرتس ام اي انتر باخد خصائص ده دهن ده مش عارف انتوا شفتوا الشكل ده ولا لا؟ وباخد من هنا كده يا باشمهندس باخد من هنا كده في تخطيط التخطيط ده بنسميه شفر. شفت حاجات الشكل ده؟ لا شفته. والله العظيم شفته. انا بس ما خدتش بالي. ايوه صح شفته. لو انت ماشي يا باشمهندس كده على كل الطرق هتلاقيه موجود بس طريق يعني طريق يعني مش مش طريق مني انا لا خالص فبتلاقي يا باشمهندس في عندك تخطيط كده ايه شيفرون بالمنظر الجميل اللي عندك ده تبقى حاجه بالمنظر الجميل ده. الكلام ده برضه هتعمله فين؟ في كل القفلات بتاعتك يا باشمهندس. هل 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 اللي عمل الكلام ده يقدر يعمل باقي اللوبات بتاعته ولا لا؟ طبعا طبعا صح الكلام ده ولا لا؟ كلام جميل. طب انا كده قفلت اللوبات بتاعت مين؟ بتاعت الرجل المحترم اللي هو ليه الكلافر اللي بتاعنا لسه لسه لا خلينا الرام بقى نكمل نكمل في عند اللوبات هنا تمام عند اللوبات بتاعت مين؟ الطريق ده بتاعت الثلاث واتفقنا اللوبات دي يا باشمهندس هتبقى فين؟ هيبقوا في الجنبين ولا جنب واحد؟ جنب واحد فوق ولا تحت؟ مش فارقه معايا الاثنين بالنسبه لي سيان بخاصه ان الزاويه 90 درجه تقريبا بس انا هاخدها تحت علشان ما تطلعش بره حدود الايه؟
بره حدود البروجكت فناخدهم تحت يا باشمهندس. طب جميل جدا، هتاخدها منين برضو يا باشمهندس؟ هل برضو هتفتح حارة؟ هل برضو هتفتح حارة زيادة فوق وحارة زيادة تحت تبدأ تشتغل عليها؟ ولا يا باشمهندس ليها احتياطات تانية؟ لا ليها احتياطات تانية ولا ايه يا باشمهندس؟ ايه هي؟ بص كده ركز معايا الله يبارك لك. انا همسح بس اللي هي الخط الزيادة ده. مش احنا يا باشمهندسين كنا بسلامة الله كده وصلنا للايجيس بتاع الطرق بتاعتي؟ انا هبدا اخد لوبه، خلي بالك اللوبه دي هتعمل ايه؟ مش تمسح من فوق، هو ما كانش مسح من تحت خالص، من تحت عادي. لا انا ما مسحتش من تحت حاجه، الخط ده خط الخط الزياده ده كنت عامل اوفست من الايدج السنه هندسه. ايوه انا مسحت لسه كان مكمل معايا. خلي بالك احنا مسحناه، هناخد اوفست تاني على مسافه 3 و6 عشان عايز من هنا لهنا عشان بس ايه ما يتوهنيش، وانا مديته لحد هنا صح، هاخده بس كده ارجعه بعيد التقاطع ده عشان ايه ما يزونيش، واسيبه فين؟ واسيبه عند التقاطع الاولاني لحد ما اظبطه عشان برده ما تقفش. ايه رايك دلوقتي كده يا هندسه؟ ركز معايا الله يبارك. انا دلوقتي يا باشمهندس هيبقى في عندي كام لوبه هنا؟ لوبتين صح؟ اللوبه الاولى هتعمل ايه؟ اللوبه الاولى هتعمل ايه؟ انا عندي الناس اللي كمان يا جدعان كنا من كده. انا كان عندي الناس اللي جايه من هنا يا باشمهندس صح؟ سيادتك كنت عايز توفر لها كام اتجاه؟ اثنين. الاتجاه الاولاني ان شاء الله اولا انه هيعمل دوران لليمين وهيجي هنا نعمل له رامب ان شاء الله المره الجايه، الحلقه الجايه في الحلقه الجايه هنعرف ازاي نعمل له الرامب. ماشي. طيب المره دي عايزين نعمل له ايه بقى؟ الراجل اللي جاي من هنا عايز يعمل دوران للشمال عشان يروح فين؟ في الاتجاه ده. قلنا ده هنعمل له ايه؟ اللوبه ده هتعمل ايه؟ هنجيب الراجل نطلعه الكوبري اللي هنا هنا كده صح، ونبدا ناخده نلففه يا باشمهندس وننزله فين لحد ما يلحق مع الطريق ده. تمام. فمبدئيا اليمين وبعدين يخش الشمال. فمبدئيا لما يجي يربط مع الطريق اللي تحت هيربط مع الطريق نفسه ولا نفتح حاره؟ نفتح حاره اوف ست على مسافه 3 و6 اهو انتوا اللي قلتوا صح، فتحت حاره. ثانيا هل الحاره دي هفتحها فوق برضو؟ لا. ليه؟ لا اشمعنى اشمعنى ليه بقى المره دي؟ مش مهندس خد يا صح، مفيش عربيات اصلا. مش انت يا باشمهندس لحد هنا كده كان في ناس عايزه تعمل دوران لليمين، والدوران لليمين دول خلاص يا باشمهندس انت ايه طلعتهم، باقي لك مين يا باشمهندس ماشي على الطريق ده؟ الناس اللي عايزه تفتح فقط، وقول للناس اللي طالعه باشمهندس ده وراجع. فانت هتاخد الناس دي كده كلها زي ما هي ماشيين ورا بعضهم وتيجي تنزلهم زي ما هم، فانت هنا مش هتفتح حارات، هتسيب تاخد الحارات كلها تلففها. الى جانب حاجه كمان، ايه هي؟ هل هتاخد الثلاث حارات بتوعك كلهم تطلعهم الكوبري وتلففهم وتنزلهم؟ مش منطقي. ليه مش منطقي؟ مش احنا اتفقنا هنا في ناس، الناس اللي كانت جايه لي هنا يا باشمهندس وصلت هنا كده بسلامه الله، في جزء منهم هيعمل دوران لليمين عشان يمشي كده، وفي ناس هيمشي طوالي. هل منطقي بقى ان انت في ناس طلعتها يمين؟ هل منطقي ان انت كنت بتقول للناس دي كلها كانوا محتاجين ثلاثه، طلعت منهم شويه يمين، الباقي برده محتاج ثلاثه ولا هيقل؟ فعلشان كده يا باشمهندس المفروض اللي يطلع لك الكوبري كام حاره؟ اثنين مش ثلاثه. فالطريق بتاعي كام حاره؟ الطريق كله ثلاث حارات. اللي هتطلعه الكوبري كام حاره يا جدعان؟ اثنين. والحاره الثالثه هتقفل مع مين؟ مع الرام. هتيجي تطلع مع مسافه الرام الاول عشان مش شرط. ليه؟ لان انا دلوقتي الرام ان شاء الله لازم اعرفها طبعا، ولازم احدد، ولازم احدد بدايه الكوبري. بس الكلام ده مش كريتيكال معايا دلوقتي، انا هرسم فين؟ هرسم اللوبه هنا، لكن بدايه الكوبري ان شاء الله هنعرفها المره الجايه. فانا علشان كده بس هيهمني لما اجي ارسم اللوبه دي، هل ارسمها من الحاره دي ولا من الحاره الثانيه؟ فعلشان كده يا باشمهندس معلش برضو هاخد الخط ده اللي هو خط الايجي بتاع الطريق وارجعه لورا شويتين. اقول له انت ايه معلش مالكش علاقه بمين؟ مالكش علاقه باللوبه، اللوبه بتاعتها تبقى على الحارتين بس، فاخد الخط ده بس كده وزي ما هو وقفه فين؟ وقفه مبدئيا لحد هنا. طب هو واقف لحد فين بالظبط؟ هنعرف الكلام ده المره الجايه ان شاء الله يا باشمهندس. طب بناء عليه الخط ده هل في المرحله في المنطقه دي هيبقى بقى فاصل ولا ايج؟ فعلشان كده بامر بريك بي ار انتر اقطعه الاول من هنا لحد هنا، بعدها يا باشمهندس بامر ماتش بروبيرتيز خد خصائص الخط ده اديها للراجل ده. القفله ده هيبقى شكلها ازاي؟ ده تفصيلا هنعملها المره الجايه ان شاء الله. لكن انا يهمني دلوقتي الكوبري ده اللي طلعه كام حاره؟ حارتين. وبرده هل هينفع تسيب ده ولا بامر كيستين اي اكس دبل انتر قبل ما الراجل ياخد باله من ابنها ومد ده يا باشمهندس كده بالمنظر ده، حارتين ولا لا؟ مين شاطر يقول لي بعدها اجيب الحارتين دول اعمل فيهم يا جدعان؟ اجيبهم انزلهم لحد ما الحمام بتاعك. معلش يا دكتور، هو ايه اللي حصل تحت تاني؟ تحت فين؟ ستند. قلت اي اكس دبل انتر ومضيت الخطين دول. باشمهندس عايز ارسم الدايره، مين يقول لي اللوبه دي هتاخد نص القطر بتاعها كام برضه؟ 200. مازال السرعه بتاعت الطريق 110، هنصمم على تقريبا 70 في يبقى الريدس بتاعي 200. ارسمه ازاي يا جدعان؟ بامر سيركل سي انتر تي انتر ما بين الخط ده
والخط اللي انا فتحته تحت ده بنص القطر بتاعي. سوري انا عملت الاثنين. سوري سي انتر تي انتر ما بين الخط دوت والخط دوت بكام يا جدعان؟ بمتين يا رجالتنا. ايه ده الدايره الجميله. مش هتقول لي عايز الجزء اللي بره ولا اللي جوه؟ عمرو الترن يا باشمهندس ايه اقطع، مش عايز يقطع. اقول له مين؟ ها بريك بي ار انت على شوانس قصر راجل ده من هون لحد فين؟ خد في الاتجاه اللي يقطع بس قطع صغير. بعد كده شوانس خده من هنا لحد فين؟ لحد المماس هنا كده. حاول تاخده على الخط بالظبط. وهنا كده يا باشمهندسين لحد الايه؟ لحد المماس تقريبا هنا كده. صعب الكلام ده؟ جميل جميل باشمهندس. نعم. هي اللوبه بتاعتك هتبقى حاره ولا حارتين؟ حاره. هي هتبقى حاره ازاي يا عم؟ حاره ازاي يا عم؟ كل الناس اللي طلعت الكوبري هي اللي هتمشي. فوانت مغمض خد الحارات بتاعت مين؟ بتاعت الكوبري الباشمهندس اللي طلعت زي ما هي وانت مغمض. فانت واخد هنا كام حاره؟ بكام؟ بعرض كام؟ 3.6. فاقول له اوف ست على مسافه 3.6. بعدها باشمهندس خد ليها ده الحاره ده ليه؟ الثانيه بالمنظر اللي عندي. باشمهندس هل بقى الكوبري ده هيكمل بالمنظر ده ولا هيقف؟ ايوه بعمر ترمي تي ار دبل انتر قص الراجل ده ثم قص الخط ده. ايه رايي عليك يا باشمهندس؟ الناس اللي طلعت بعمر ماتش بريفرس برضه عشان يظهر معايا اكتر. خد الاي جي دي اديها للاي جي دي واديها للاي جي دي وخد الفاصل ده اديها للفاصل ده. ايه اللي حدث الان يا باشمهندسينا؟ بس انا كده يا دكتور خليت الحاره 3.6 عادي عادي ما اعتبرها حاره بقى بعرض اكبر من 6.3. اعتبرها حاره واحده شغاله حاره واحده بتخطي بس عشان ما اضربش المماس هنا. لو غيرت هتضرب المماس هنا. بص كده يا باشمهندسين الحارتين اللي طلعوا الكوبري ايه اللي حصل لهم؟ ها جم وبداوا ينزلوا هنا كده يا باشمهندس. ونبدا برضه نظبط الدخله هنا ولا لا؟ نفس الدخله اللي هناك ما عندناش فيها ادنى مشكله. طيب بس خلي بالك ايه؟ انا كده عملت انهي لوبه؟ اللوبه الاولى اللي هي اللوبه اللي هنا دي يا باشمهندس اللوبه الداخليه. طب واللوبه الثانيه؟ هل اللوبه الثانيه دي يا باشمهندس هتعملها برضه باي نص قطر ولا هتبقى مرتبطه باللوبه الاولانيه؟ مرتبطه باللوبه الاولانيه. يعني هتمشي موزيه ليها لحد ما تبدا ايه؟ تلحم مع الطريق. بص 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 هنعمل اللوبه الثانيه علشان نقفل علشان انتوا تعبتوا النهارده صح؟ بص كده معايا يا باشمهندس هي اللوبه الثانيه دي ايه لازمتها؟ انت كنت عايز الناس اللي جايه من هنا، شايف الناس اللي جايه من هنا كده يا باشمهندس؟ مش ده طريقه اهو الناس جايه من هنا كده؟ كنت عايز تجيب الناس اللي جايه من هنا تيجي يا باشمهندس تاخدهم على لوبه موازيه تقريبا للوبه دي كده تطلعهم 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 وتودوهم فين؟ تدخلهم في الاتجاه ده كده يا باشمهندس عشان يطلع الكوبري في الاتجاه ده ويطلع ما شاء الله صح؟ طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك انا هاخد اللوبه الثانيه دي تقريبا موازيه للوبه دي لحد هنا كده يا باشمهندس واجي ابدا اخليها تربط مع الطريق ده فين؟ في نص القطر التصميمي. اوكي؟ طب الكلام ده هعمله ازاي؟ هسال نفسي سؤال، هو انت يا باشمهندس لما تيجي تطلع الناس دي برضه هتطلعهم على ثلاث حارات ولا حارتين؟ حارتين. فعلشان كده اول حاجه هاخد الحافه الخارجيه دي اعمل ايه يا باشمهندسينا؟ اوقفها قبل التقاطع بتاعي بشويه. صعبه دي؟ زي ما اتفقنا لحد فين وتظبيطتها المره الجايه. بعدها يا باشمهندس بعمر بريك بي ار انتر هقطع الراجل ده من هنا لحد فين؟ لحد هنا. ثم بعمر ماتش بروبيرتيز هاخد خصائص الراجل ده من هنا اديها للراجل ده. صعبه؟ يبقى دول كده كام حاره؟ حارتين. وقبل ما الراجل يقفشنا برده بعمر كستند اصحى اقول له ايه؟ اهي مدي لي ده لحد هنا لحد هنا. صعبه؟ صعبه؟ طب بعدها يا باشمهندس هو انت الناس دي هتبقى ماشي على طول ولا عايز تجيبهم باشمهندسين في الاتجاه دوت؟ بنفس العروض. يعني ايه بنفس العروض؟ مش انت عندك دي اللوبه الاولانيه ثم ده كان ايه يا باشمهندس؟ مش كان نيوجيرسي؟ خد النيوجيرسي بتاعتك بنفس عروضها بالظبط يا باشمهندس. بعدها خد الحارتين اللي بعد كده. مين يقول يعني ايه بنفس عروضها؟ يعني خد موازي خد على نفس. مين يقول المسافه دي كانت كام؟ كانت متر وربع صح؟ فخد اوفست على مسافه 1.25 من هنا لهنا ثم على مسافه كام يا جدعان؟ 0.7 ايه من هنا لهنا ثم على مسافه كام يا جدعان؟ يا رجاله فاهمين ولا مش فاهمين؟ ثم على مسافه 3.6 من الراجل ده الحاره الاولى ثم الحاره الثانيه دخلت كلها في بعض. مين يقول نقفل ازاي؟ بعمر تريم تي ار دبل انتر اقطع الراجل ده خلاص واقطع الراجل ده وقطع ثم اقطع ده وده بس مبدئيا ثم اروح يا باشمهندس اقطع فين؟ اقطع ده خلاص واقطع ده خلاص واقطع ده كده خلاص ثم اشيل ده كده يا باشمهندسين. تهت ولا لسه؟ ثم بامر ماتش بروبيرتيز ام اي انتر خد خصائص السيبريتور ده اديه للراجل ده. باشمهندس نعم هل دول لهم لازمه؟ احنا قلنا هنمد بعد كده نقطع لحد ما احنا عايزين نشيل دول كده خلاص يا باشمهندس. بص كده اللي حصل الناس اللي جت نزلت هنا بسلامه الله ولا لا؟ نزلت صح؟ طب واللوبه دي ايه لازمتها يا عمي؟ هتطلع الناس في الاتجاه ده يا باشمهندس.
الناس اللي جالك من تحت هنا كده هتبدا تيجي تركب اللوبه دي وتطلع فين؟ وتطلع في الاتجاه ده. مش ده اللي انت عايزه، بس بقى لك مشكله ايه؟ مش اللوبه دي المفروض يا باشمهندس الحركه عليها كده والحركه على اللوبه دي كده، صح الكلام ده ولا لا؟ اللوبه الداخليه خلاص ما فيش مشكله، نقدر نظبط الدخله بتاعتها. لكن هنا يا باشمهندس، هل العربيات اللي جايه لك من هنا دي هتسيبها تيجي لحد هنا كده وتخليها تيجي تلف على الزيرو كده وتيجي هنا، ولا هتفتح لها يا باشمهندس كيرف تصميم من هنا لهنا؟ افتح لها كيرف تصميم من هنا لهنا. مين يقول لي اعملها ازاي؟ دايره، الله ينور عليك، الدايره دي خصائصها بتمس الدايره دي وبتمس الخط الحاره الزياده اللي انت اضفتها يا باشمهندس بريدس كام؟ بنفس الرياضه التصميم. مين اللي عاملها ازاي دي؟ سي انتر تي انتر من الدايره الجميله اللي عندك دي مع الخط الجميل ده يا باشمهندس بنص قطر 200 يا رجالتنا، ثم بامر تريم 100 يارده والانتر قص الزياده دي، ثم بامر اوفست او انتر على مسافه مش ده حاره 3.6 في 3.6 بعدها بامر تريمرم قص ده ثم قص ده. انا عارف دماغك وخلاص ساحب ايه؟ عملت ليه؟ ثم يا باشمهندس اخد الخصائص ده اديها لده واديها لده، ثم هشيل الراجل ده من هنا لهنا. بص الجمال، بص اللي حصل، بص 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 الراجل اللي جاي لك من هنا اهو، صح؟ مش الراجل ده كان جاي من هنا؟ هيجي يا باشمهندس يخش فين؟ يخش اللوبه اللي عندك دي، دخل اللوبه طلع الكوبري توكل على الله راح للمدينه الجديده ده، صح؟ طب والراجل اللي هنا يا باشمهندسين جاي من المدينه الجديده نزل عشان يروح فين؟ يروح المدينه ايه اللي عندك هنا؟ في مشكله في الكلام ده هندسه؟ انا دكتور عندي اللوبتين متصلين مع بعض. اللوبتين هنا هتلاقيهم في الجزء ده مرتبطين مع بعض، لكن هنا بيبداوا ايه؟ ينفصل عن كل واحد لوحده. طب يا باشمهندس نعم، ايه وضع الراجل ده بقى؟ ايه وضع النيوجيرسي دي؟ هو النيوجيرسي بتاعتك دي هنا يا باشمهندس؟ ماشي، هما هنا الاثنين مع بعض فهي فاصل ما بين الاثنين. طب لحد هنا هما انفصلوا، فهتمشي مع ده بس ولا هتمشي مع ده ولا جزء وجزء؟ هتمشي مع الاثنين، تبقى في نيوجيرسي يا باشمهندس ماشي مع ده ونيوجيرسي ماشي مع مين؟ مع ده. فعلشان كده اوفست على مسافه 1.25 هاخد ده من هنا لهنا، ثم على مسافه 0.7 من هنا لهنا مفيش مشكله، ثم بامر تريم يا باشمهندس اقدر اقطع ده مع ده بامر تريم تي ار دبل انتر، اقدر اقص ده مع ده، ومن هنا يا باشمهندسينا هشيل ده كده خالص اهو. بص 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 معايا اللي حصل، مش هنا كده يا باشمهندس كان في عندك كده النيوجيرسي بال 70 سم وده المتر وربع وده المتر وربع واللوبه واللوبه لحد هنا يا باشمهندس اللي حصل بدا ينفصل، صح؟ فاده اللوبه دي خدت المتر وربع بتاعها وخدت النيوجيرسي بنفس العرض، واللوبه دي اللي حصل لها خدت المتر وربع بتاعها وخدت نيوجيرسي، يعني من بدايه من هنا مش هيبقى فيه نيوجيرسي واحد، هيبقى فيه اثنين نيوجيرسي، واحد لدي وواحد لدي يا باشمهندس بالمنظر الجميل اللي عندك. صعب هذا الكلام؟ صح صح كلام ولا لا؟ الموضوع سهل اهو، صح؟ طب يا باشمهندس نعم، ايه بقى الهبل ده بقى ان شاء الله؟ ايه ده بقى؟ ايه الكوكتيل اللي عندي ده يا باشمهندسين؟ نظبطه ازاي؟ مش يقول لي ازاي نظبطه؟ اول حاجه الطريق الرئيسي كان عندك كام حاره؟ اثنين، انت فتحت حاره صح؟ من يقول الحاره دي هتكمل ولا هتنهي مع بدايه اللوبه؟ هتنهي مع بدايه اللوبه، فعلشان كده يا باشمهندس اول حاجه هنقول بسم الله لا هدي بامر تريم تي ار دبل انتر وهقص الحاره الزياده دي هنا لو في النص ما بين اللوبتين عشان الطريق يرجع لمين؟ الحارتين بتوعه. طب بعدها يا باشمهندس هو الخطوط بتاعه اللوبه دي هتدخل هنا ولا هتقف؟ خطوط اللوبه هتدخل الحارات ولا هتقف؟ فانا وقفتها بامر تريم قصتها يا باشمهندس من جوه. طب الحاره بتاعتك دي يا باشمهندس هتقف لحد فين؟ هتقف لحد المماس هنا، فهمش لحد المماس هنا كده يا باشمهندس. بص كده اللي حصل، الطريق بتاعك كان كام حاره؟ ادي 2، جيت هنا فتحت حاره، الحاره دي يا باشمهندس هتدخلك لحد فين بسلامه الله؟ هتدخلك لحد البيت. صعب الكلام ده ولا سهل؟ سهل ان شاء الله. طيب بص كده الخطين بتوعك هيدخلوا. طب خطوط ايه دي بقى؟ ده خط الشولدر الداخلي وده خط مين؟ نيوجيرسي. هل هينه هنا يا باشمهندس؟ لا، المفروض لو انت هتاخد شولدر هنا اوفست وهتاخد نيوجيرسي هينه معاها، بس انت مبدئيا سيبها ايه؟ سيبها بالوضع ده لحد ما نعمل النيوجيرسي هنا نبقى مقفلها معاها. فانت قفل يا باشمهندس منين؟ بالمنظر الجميل اللي عندك ده. وهنا برضو ما تنساش تاخد مين؟ تاخد الكيرف، يعني انت ممكن عشان تريح دماغك شد الخطين دول بس لورا شويه كده، هنوقف الراجل ده لورا شويه لحد ما نيجي مع مين زي ما اتفقنا؟ مع النيوجيرسي والشولدر بتاع الطريق الرئيسي، وهنا كده اعمل الايه؟ اعمل الدايره اللي انا قايل عليك هنا وابدا اظبط شغلك يا هندسه. طب هيتبقى لك حته تركاه واحده، ايه هي؟ بامر بريك بي ار انتر اهو هقدر اقطع ده من هنا لهنا
وده هيبقى سيبريتور صح. بس في مشكله ايه؟ الحاره اللي انت فتحتها دي يا باشمهندس ركز بقى معايا لك اللي ورا المفروض ما كملتهاش من بدايه اصلا. هل هتبقى على طول الطريق ولا هتبقى على مسافه محدده من الطريق يا باشمهندس؟ بص بص بص، هو الطريق ده كان سرعته كام يا هندسه؟ 110. نص القطر اللي سيادتك مصممه هنا مصممه على سرعه كام يا هندسه؟ 70 على سرعه 70 كيلو متر. نفترض ان ال 200 مع سولار ايليفيشن عالي شويه هتشيل الايه؟ هتشيل 70. طب يا ترى يا باشمهندس كان ينفع اجيب العربيه بسرعه 110 ادخلها على طول على الراديوس 70 ولا كان لازم افتح حاره؟ فالحارة دي بنسميها حارة تباطؤ، حارة تهزؤ. طب الحارة دي يا باشمهندسين هل هتبدأ من بداية الطريق ولا بنحتاج لها طول محدد؟ خلينا بس عشان ما نزودش عليكم نعرفها ايه ازاي نعملها المرة الجاية. نفس الكلام هنا على فكرة، ايه الطريق بتاعي كان حارتين صح؟ لما جبت العربيات دي سرعتها كام؟ 70. لو نزلتهم على الحارتين على طول هيوقفوا هيعطلوا الطريق بسرعة 110، فبفتح لهم حاره اسمها حاره تسارع، حاره زياده. طب هنظبطها ازاي المره الجايه ان شاء الله؟ هنظبطها يا باشمهندس. طب القفله بتاعه الرمبات بتاعتنا دي هنعملها ازاي؟ موضوع الرمبات كله ان شاء الله ليه الحلقه القادمه. اذا سيادتك باذن الله تقدر المره الجايه تسلم لي كل اللوبات بتاعتك ولا لا؟ عايز من حضرتك كام لوبه؟ ست لوبات اللي هم مين؟ اربعه على الكلابر ليف واثنين يا باشمهندس على الترومب. نفس الشكل ده كده كان في مشاكل نقدر يا فرج الله معانا اسبوع في هذا الكلام نقدر يا باشمهندسين. واحنا سيفنا ولا ما سيفناش؟ لا سيفنا.